دخل
الإقليم الإسلامي وقعد معانا في الدولة الإسلامية، حس بسماحة الإسلام، حس بكذا، طريقة إن الإسلام ينتشر دينه. يبقى هنا أصبح في على أرض الواقع علاقات دولية قائمة بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية. نيجي بقى اختلطنا مع بعضنا، دخلنا الحرب مع بعضنا، طب معاملة الأسرى نعمله فيهم إيه؟ الفقه قال والعلماء قالوا وقبلهم القرآن والسنة قالوا، طب الجرحى مش أسير بقى، أسير سليم، جريح نعمله فيه إيه؟ طب قتيل نعمله فيه إيه؟ نقعد نفتح بطنه كده ونفتح جسمه كده ونمثله بيه ونقول الكبد ينفع خده نشتغل بيه. اليدين ماشي، صمامين محتاجين قطع غياب كده ايه آدميه، نشتغل بالطريقه دي ولا هو ليه معامله ثانيه عندنا؟ مش دي الاتفاقيات جنيف الاربعه او اشهر اتفاقيات فيهم اتكلمت نتعامل ازاي ونتعامل ازاي ونتعامل ازاي ونتعامل ازاي؟ من كلام جميل وكلام بنسمعه، وقال الفيلسوف ما اعرفش مين، وقال المفكر الالماني مين، طبعا يسمعوا كده حتى الإمام خطبة الجمعة لو يقول وقال مش عارف المفكر الفرنسي ويجيب لنا اسمه ده، شوف الراجل قد إيه. طب يا جماعة كل الإسلام قبل ما لسانهم نشف من كتر الكلام، ما حدش قال أبو حنيفة قال وانبسط لما أبو حنيفة قال أبو حنيفة، مين أبو حنيفة ده؟ طب مالك قال يا عم أنا مالك بلاوي يا جماعة، إنما لما يجي واحد من الجماعة بتوع بره دول يقول له كلمتين كده، لقد كان محمد رسولا حقا، أيوه شاهد لمحمد بالنبوة. طب ما احنا عندنا اهو سايبين التراث بتاعنا، احنا هناخد الكلام الجميل المعصوب بتاعهم ده ونروح ناخده على كتب الفقه ونحطه في قلب الكتب ونقلد القران قال ايه والسنه قالت ايه وده قال ايه والفقهاء قالوا ايه وكذا وكذا، ونطلع في اخر الترم بنتيجه المستخلصه ان فعلا ان الاسلام هو دين العلاقات الدوليه. ده كان بايجاز خاص يعني جزء شديد اللي احنا هنتكلم ايه اللي احنا هنتكلم فيه. اتكلمنا عن ايه النهارده؟ النهارده انت بتقول علاقات دوليه، يبقى اذا معنى كلمه دوليه اللي في ايه؟ دوله اللي في ايه؟ زوج محمد ازاي حالك؟ مش رد بال منك ازاي وصمت طيب؟ لا معلش انا اسف معلش سامحني. انت المبدا معاك ولا ايه؟ ازاي يا عم الشيخ محمد الكلام ده؟ ما تخافش يعني العلم مش من عندنا، من عندك انت؟ الحمد لله كده طمنتني. وش الخير يا راجل ما دخلش معانا بس هو اللي هو ابى، هو ابى واستكبر، انما لو دخل من باب الجبال زي في العلم بيقولوا كده كان عدى ايه؟ وان شاء الله كان جاب جهاز كمان. عاوز اشوفك يا راجل محترم، استاذ وعلى راسي وله على راسي من فوق. انت بتقول الماده اسمها علاقات دوليه. يبقى أول حاجة لازم نتكلم عنها، نتكلم على كلمة الدولة، نتكلم على كلمة الإيه؟ ولذلك لما تجيب الكتاب أنت بقى هتلاقي أول عنوان عندك كده، أول فصل عندك العنوان بتاعه إيه؟ أهمية الدولة، عشان لما تجيب الكتاب وتقرأ ما تكونش مين، العنوان الرئيسي يقول إيه؟ أهمية الدولة وضرورتها في الإسلام. أهمية الدولة وضرورتها في الإسلام. نعم؟ نفس الكتاب إن شاء الله. نفس؟ إن شاء الله. قواعد نفس الكتاب؟ إن شاء الله. بص يا مطعم، إيه رأيك في المنطقة؟ إيه؟ أنا شايف قبل كده في الكتاب. علاقات في المنطقة. برضه، ليه الفرة دي اللي عليكم مش ليه؟ شايف قبل كده صح؟ السنة اللي فاتت. نفس الكتاب، شوف لسه هنقرر كده يا ترى هنعمله 15 تحرير وخمسة شفوي ولا هنعمله ايه؟ احتمال يبقى كلهم تحرير وخلاص بنرفع نفسنا بلا شفوي ولا غيره، يبقى احسن يعني. انت بتقول ان العنوان بيقول أهمية الدولة وضرورتها فين؟ في الفقه الإسلامي. يبقى أنت كده هتكلمني عن إيه؟ احنا عايزين ناخد المادة العلمية بكل سلاسة كده يعني، عشان ما نتعبش. هتكلمني عن إيه؟ هتكلمني عن الدولة. طيب هو احنا اتولدنا كده، او احنا لما اتولدنا لقينا الدنيا كلها زي ما هي موجوده دلوقتي كده، الله ينور عليك دي، ولا الدوله دي كانت يعني حاجه كده واتطورت واتغيرت لحد ما وصلت للطريقه اللي ايه او الكيفيه اللي احنا ايه الموجوده بيها ايه دلوقتي؟
يبقى انت لما تتكلم بقى عن العنصر ده، العنصر ده لما حد يقول لي مثلا ايه، اكتب مثلا بحثا في اهميه، والاسئله في الغالب بتيجي كده يعني، اكتب مثلا بحثا في اهميه الدوله وضرورتها في الفقه الاسلامي. عايز دايما لما نشتغل نعصر الشغل بتاعي، هنعمل ايه؟ انت بتقول اهميه الدوله وضرورتها في الفقه الايه؟ في الاسلامي. يبقى العنصر ده عشان نتكلم عنه صح هنجيبه في اربع جزئيات. يبقى في زي الجماعه اللي بينزلوا خطه الجماعه كلها واكد يعني ايه العناصر. فاكرين زمان الاستاذ لما كان يحضر الدرس كده العناصر، وبعد العناصر يقعد ايه؟ ده قبل ما يلعبوا في التعليم، دلوقتي يلعبوا في التعليم لا عارف عناصر ولا عارف ايه ولا عارف حاجه خالص ولا عارف تعليم خالص. يبقى العناصر بقى اللي احنا هنتكلم عنها كم عنصر؟ هنتكلم على اربعه عناصر. يبقى تقول ايه هذا العنوان؟ هذا العنوان يشتمل على أربعة عناصر. تعالوا كده ناخد العناصر بالترتيب. أول حاجة يقول الدولة قبل الإسلام. بعد كده يقول الدولة في مولد الإسلام. بعد كده يقول الدولة في الإسلام. بعد كده يقول الدولة في القانون الوضعي. ثلاث كده يكاد يكون معقول يعني. تعجب انت كده بتجيب الخط من اوله، بتجيب الدولة قبل الاسلام ما يجي، الاسلام جه، بس الاسلام اول ما جه كون دولة؟ ولا كان الاسلام فيه ضعف وفي كذا وفي كذا واهالة وايذاء وبلاد ابن رباح وصبية بنت خياط ومعرفش مين وصبية بالروم والكلام ده كله؟ يبقى دولة في مولد الإسلام. إزاي إن الدولة بنت أول إسلام إيه؟ مجد الإسلام بقى استقر، يبقى الدولة فين؟ في الإسلام. خلاص أنا كده، أنا كده أنت بتعمل ليه؟ ليه ما قلتش الأول الدولة في القانون الوضعي؟ أصل أنا يبقى حتى لما نيجي نعمل بحث ولا حاجة، جماعة القانونيين حتى لما يجي يعملوا بحث بتلاقي عندهم الناس على القانونية كده إيه؟ يتكلم عن القانون الأول وبعد كده يجي الحكم الإسلامي إيه؟ بعدين. يجي اللي بيناقشه يقول له انت عملت غلط لا يوفق. الاول تجيب الفقه الاسلامي وبعد كده تجيب القانون الايه؟ الوضعي. ليه يا ابني؟ مين الاسبق في الوجود؟ فين التراث؟ قوانين الوضعيه دي حاجه لسه ما لهاش يعني ما لهاش تاريخ. انما الاول تتكلم عنه. ده اللي احنا عملناه او ده المنهج المتبع. الدوله قبل الاسلام، الدوله في مولد الاسلام، الدوله في الاسلام، رابع عنصر الدوله في القوانين الايه؟ الوضعيه. جميل. نيجي بقى احنا كده عملنا اربع عناصر مع بعض اهو، نيجي بقى في نص السطر كده وناخد عنصر بعنصر، يبقى اولا كده او نعمل واحد كده الدوله قبل الاسلام. انا كنت يهمني في المساله دي ان انا اتكلم عن العرب، لان طبعا المجتمع قديم فانا بتكلم عن العرب. والعرب كانوا بيعيشوا فين او كانوا ساكنين فين؟ كلنا خدنا من ايمان في الجزيره او في شبه الجزيره الايه؟ العربيه. تمام. هل العرب في شبه الجزيره العربيه كان عندهم دوله؟ اسال انا نفسي، انا مش هكتب حاجه اقوله بقى، اسال انا نفسي كده، يا ترى العرب في الجزيره العربيه كان عندهم دوله؟ كانوا قبائل. جميل. طب القبيله كانت بتتحكم ازاي؟ القبيلة كان لها انتم شطار، القبيلة كان لها واحد اسمه رئيس القبيلة أو اسمه شيخ الإيه؟ شيخ القبيلة. طب لما كانت تحصل مشكلة كانوا بيعملوا إيه؟ يروحوا لرئيس القبيلة أو يروحوا لشيخ الإيه؟ القبيلة. طيب شيخ القبيلة حكمه كان بيسري ولا ما كانش بيسري؟ يعني العمدة زمان عندكم في البلد ولا عندنا في البلد ولا العمدة في فيلم الزوجة الثانية ولا كده كده العمده اللي هو صلاح منصور ده كلمته ماشيه على البلد كله، يبص كده كلامه كان يمشي. النهارده العمده موجود في البلد، بس يجي العمده يتكلم في بعض البلاد ولا كلامك ما تعديش من الباب ده، مش كده ولا ايه؟ عمده ايه الكلام فاضي؟ يروح يجيب مجلس، يروح يجيب مجلس عرفي، يقعدوا قعده عرفيه وقعدونا بعد الجمعه لحد الساعه 11 بالليل، ويجي واحد يقول لك شرع ربنا عند غيرك يا عم، كلامكم ما يلزمنيش، يا ابني انت مغلبنا معاك ولا مش سامع كلام انتوا عايزين تعملوا الملوك. لا. يبقى اذا كان في عندهم شيخ القبيله او كان في عندهم رئيس القبيله، بس الحكم بتاعه كان حكم ملزم. حكم ايه؟ جميل. طب ما دام حكمه ملزم
الدولة النهاردة حكمها ملزم ولا غير ملزم؟ تنفع؟ ما تقولش بقى هقول في الناس هقول ايه هقول ده بقول كلام غلط، كل الدولة الحقيقة يعني ان الدولة في بعض الأوقات حكمها غير ملزم. ليه؟ ده هيرجع بقى ان في مؤسسات اقتصادية كبيرة، ها؟ يا ترى الدولة هي اللي بتدير المؤسسات ولا المؤسسات اللي حاجة في اقتصاد الايه؟ الدولة. يعني في ثلاثة أربعة في البلد معاهم شوية مليارات، هتسمعوا الكلام ولا مش هتسمعوا؟ ده مش هنسمعوا الكلام، طب احنا هنسحب المليارات بتاعتنا ونطلع على بره، سلام الدولة ايه؟ سلام عليكم الدولة هتنزل. لا ده المفترض ان الايه؟ ان الدولة هي اللي الكلام هيمشي على الكل. يبقى إذا واحد هيجي يقول لي أنا طب ومعنى الكلام ده اللي كان في دولة؟ معنى الكلام ده اللي كان في ايه؟ بس كان برضه كانت الناس بتنتصر لبعضها ازاي؟ يعني لما واحد الانتصار او الدفاع كان ازاي؟ قال كان بحاجه اسمها العصبيه القبليه. ده من عيلتنا، ده مش عارف ايه، قلت لك هو سيدنا حمزه بن عبد المطلب دخل الاسلام ليه؟ هو عم النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي خلاه يخش الاسلام؟ جه في يوم كده كان في رحله الصيد، كان يحب الصيد كده في الصحراء. جه في يوم رحله الصيد بتاعته كده وجه الصيد وراه كده وراجل منتشي مبسوط وفرحان جه في رحله الاستجمام كده. فواحد قال له انت ما تعلمش، قال له ايه اللي حصل؟ قال له مش ابو جهل مسك محمد ابن اخوه وعمل فيه وسوى عند الكعبه؟ قال له محمد بن ابو حمزه لسه كاف ومحمد ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بينشر دعوه الاسلام. فجه حمزه بن عبد المطلب رايح لابو جهل يجي ماسك فيه. ابو جهل قال له ايه يا حمزه احنا حبايب مع بعض في الكفر مع بعض احنا راجل واحد مالك زعلان ايه؟ قال له كيف تسب محمدا وهو ابن اخيه؟ قال له بس اخوك بس كافر يا محمد خرج عن الالهه وخرج عن كذا وعن كذا وعن كذا. قال له الا تعلم انني على ديني؟ يبقى شوف العصبيه القبليه خلته ايه؟ هو عاوز يضرب ابو جهل بس عاوز يجيب السبب ان هو ايه؟ يعجله من الضرب. هيضربه ازاي؟ كان لازم اجيب له السبب، السبب ده العصبيه القبليه هي اللي دفعته ان هو يقول ان ايه؟ انني على ايه؟ على ديني. يبقى اذا كان في حاجه او كان في عنصر اسمه عنصر العصبيه الايه؟ القبليه. طب احنا النهارده في انتصار من الظالم للمظلوم صح ولا ايه؟ طب هو العصبيه القبليه معتبره برضه للظالم للايه؟ للمظلوم. بس الدوله، بالصوره اللي انت شايفها النهارده والاعلام بيتكلم عنها والغرب بيتكلم عنها، هل هي دي الصوره اللي كانت موجوده زمان قبل الاسلام؟ الله ينور عليكم، ما كانتش الصوره ايه؟ ما كانتش الصوره موجوده. انت بتتكلم دلوقتي عن دين السياسه، ان الدوله والسياسات بتاعتها. طب هي الدوله عشان تقوم لازم يبقى لها ديانه، لازم يبقى لها ديانه. انت بتتكلم النهارده بتقول علاقات دوليه، علاقات دوليه يعني انت بتتعامل مع مسلمين ومع غير ايه؟ مسلمين. ايه الديانه اللي كانت موجوده في الجزيره العربيه؟ يا ترى كانت ديانه واحده؟ لا انا لسه ما قلتش قبل الاسلام، انا كلامي بقوله قبل ايه؟ قبل الاسلام. يبقى لم تكن هناك ديانات واحده تبقى عمليه والله ما انا حمليه وانتوا عارفين كله هنعمله معاكم بس بغيتي تفهموا الاول. ما كانش في ديانه واحده موجوده، كان في اليهوديه النصرانيه او المسيحيه جميل، كان في الوثنيه جماعه اليهود الايه؟ الاصنام بتعبدوهم ليه؟ زي القران ما قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ زلفى، يعني هم دول الوسيله اللي هتقربنا لايه؟ الى ربنا. ولذلك بقى كان اوثان من الحجاره ماشي، ما فيش العمليه وقفت معاه، شويه بلح من على النخله، بلح الطاره دي اللي احنا عندنا النهارده اللي بقى بيسموه عجوه ويعمل له ايه؟ اله كده صغير ويحطه في جيبه، يجي يرعى شويه غنم ويحطه قدامه ويصلي له. فجاع مثلا مره مفيش اكل، مره ياكل راس الاله، مره ياكل دراعه، مره ياكل رجليه، المهم انه يخلص على الاله فين؟ في الاخر ابو ذر قال للعجوه كل نعم اله من العجوه بدور بزف عيني وبكله لازم تبقى الاله للقدسيه. فعمل الاله بتاعه من خشب وغاب كده، راح الغنم جرت منه راح يجري وراه يبص على الاله لقى الاله مبلول ميه. قال مين الدنيا ما شتتش؟ الاله جا الدنيا حر عليه، مين اللي جاب له ميه عشان يشطف ياخد دش في الحر كده؟ يدور حواليه لا الاقي ميه ولا الاقي حد ولا الاقي ايه؟ شويه كده لقى كلب عمال بيروح وايه؟ ويجي حوالين الاله بتاعه. فقال رب يقول الثعلب براسه، فلو كان ربا هو بنفسه، فلو كان ربا لكان يمنع غيره، فلا خير في رب لاكل مطالبه
برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو خالقه. وصلت إن الكلام ده إحنا يا جماعة ماشيين إيه؟ ماشيين غلط في غلط، مش هينفعوا كده مع بعضهم. طب أنت النهاردة ما عندكش ديانة محددة النهاردة، ما أنت عشان تقول علاقات دولية، أنت ديانتك إيه؟ إحنا ديانتنا الإسلام. هتتعامل مع مين؟ هتتعامل مع دولة سين، مش عايزين بقى نذكر أسماء عشان ما ندخلش نفسنا في مجالنا حد، وحد بيسجل لنا وحد بيتصرف علينا، بالقمر الصناعي اللي جبنا واحنا قاعدين ما تأمنش لحد النهارده خالص. احنا بنتكلم دولة إسلامية بتتعامل مع بتتعامل مع بعض، بتتعامل مع سين، أي حاجة بتتعامل معاها، ماشي؟ يبقى أنت ديانتك إيه؟ الجانب الديني عندك إيه؟ يا ترى هيتوافق مع الجانب الديني اللي عندي ولا مش هيتوافق؟ لأن أنت عندك عدة ديانات، طب أنا عندي ديانة واحدة. الديانة اللي بتاعت سين دي هتتعامل مع ايه؟ مع الديانة الأولى عندك ولا الثانية ولا الثالثة؟ يبقى أنت لازم يكون عندك توحد في الناحية الإيه؟ الدينية. يبقى إحنا كده نقدر مع بعض كده نقول إن الدولة بالمفهوم الموجود لم تكن موجودة في الجزيرة العربية. لم تكن موجودة، بس في إيه؟ إشارات، في بوادر، في كده حاجات بتدليل ان كان في ايه؟ ان كان في حكم، وان كان في ناحيه دينيه، وان كان في ناحيه ايه؟ وان كان في ناحيه سياسيه. طيب يا ترى الكلام ده فقره كلها شقه وعجيبه تمليه. يا ترى الكلام ده كان قاصر على الجزيره العربيه بس، قال لا احنا لو رحنا اوروبا وشفنا كذا وشفنا كذا هنلاقي برضه اللي كان عندهم برضه ممالك اقطاعيه. طب لما يكون في مملكه اقطاعيه يبقى في دوله ولا ما فيش؟ في دوله. طب فين الدولة؟ أقول لك يعني طبعا تسمع الأفلام بتاع زمان، في واحد يقعد قدام العمل السينمائي كده يضحك أو بيضحك وخلاص، فتح حالك ويضحك كل النهار، مرات بتضحكه ولا في حاجة فاكرها بتضحكه عمل يضحك وخلاص، وفي واحد بيقعد يضيع وقت، وفي واحد بيقعد يفكر في موضوع ثاني بيشتغل باله حاجة، وفي واحد يجيب العمل من أوله لآخره كده ويسأل نفسه العمل ده جميل، العمل ده رائع ليه؟ قال انا استفدت طلعت منه واحد واثنين ثلاثه. الفيلم ده اهو جاي بيعالج قضيه كذا، المسلسل ده بيعالج قضيه كذا، ده سلسله الدم بيعالج قضايا الصعيد وبيعالج قضيه الظلم وبيعالج وهيعالج في الجزء الرابع ان الثوره طلعت فاشله وان الجماعه اللي كانوا في السجون وان رجع الحكم الاولاني بس بصوره ثانيه، هيجي الكلام ده من خلال من اول ما تسمع اول حلقه من حد المسلسل ده تعرف ان حضرتك معاه في الوزاره، ازاي بقى يتحكم عليك الاعدام ويخش الوزاره؟ طب هو ده اللي كان ايه؟ صح ولا ايه؟ يبقى لما نيجي نبص للجماعه الاقطاعيين، ذاك وصلوا لما كان يعمل داشه كده على طول وكان يرفع سماحه التليفون كده كان يعمل ايه؟ كان يرعي مأمور المركز. المسلسل بتاع ادهم الشرقاوي لما جه الراجل كان بيعمل ايه الباشا اللي كان في البلد دي؟ لما القطن بمزاجه وعمل بمزاجه ويتصل بمزاجه والمأمور يديله صفحه وانتباه يبقى في فين بقى الدوله هنا؟ يبقى الدوله مالهاش هنا الدوله مالهاش ايه؟ ليه؟ ولذلك لما جه قعد يقول له ده هل الدوله في بعض الافلام كده اللي هو بتاع اللي كان بيعالج العشوائيات والكلام ده كله حين ميسره ده حين ميسره قال عباره يقول له يا باشا ده هني قال له قال له في حاجه اسمها هيبه الدوله لازم الدوله يبقى لها ايه؟ ولذلك الثوره لما جت هي كان في شعر قد كده صغيره الشعره كانت بين الحكومه وبين الشرطه او بين الشعب وبين الشرطه. الشعره دي لما زالت ايه اللي حصل؟ كله عمال بيخبط ايه؟ الواحد الاول كان يقابل الظابط يتبعد منه، انما النهارده تقابل المامور لا ولا حقوق الانسان وتعمل لك موال ومهرجان وانت مش عارف اي حاجه في اي حاجه، ويمكن الطرف الاخر يقول يا عم مش عايزين مشاكل. هو الرئيس يقول له ما تعمليش ايه؟ ما تعمليش مشاكل. فهنا العالم كله كان بيقوم على نظام اسمه نظام الممالك الاقطاعيه، كل واحد في الجماعه الاقطاعيين كان بيباشر السلطه الداخليه بتاعته على الحيز اللي هو موجود فيه او على الاماكن اللي هي تحت ايه؟ تحت حيازته. يبقى اذا برضه الدوله بالمفهوم اللي معاصر النهارده لم تكن ايه؟ موجوده، وانما كانت هناك مجرد اشارات. اشارات ازاي؟ هجيب انا اقطاعي هنا في اسكندريه واقطاعي في الفيوم واقطاعي في بورسعيد، كل واحد بيباشر سلطانه على الجزئيه بتاعته، يبقى هنا دوله وهنا دوله وهنا ايه؟ دوله. اما ان انت توحد الكل تحت رايه واحده فالامر كان صعب او يكاد الامر يكون ايه؟ مستحيل.
ده كان بالنسبة للعنصر الأولاني اللي هو اسمه الدولة إيه؟ قبل الإسلام. قبل الإسلام. توكل من الدولة ولا إيه ولا فعلناه كده في الستات يحبوا دايما ايه يجيبوا العصايه من مصر واخدين على الارض ناظره كده واخدين على التلفزيون يصوروا بالمقادير ويوعوا لنا وخلاص مش مشكله نكتب يقولوا ايه؟ ها؟ والله هو موجود. انا بص انا هقول لكم حاجه انا ما عندي اي مشكله. عايزين نعمل اتفاق مع بعضنا قبل كده. انتوا سمحتوا مني وفهمتوا مني يعني ممكن حتى بنسبة 10 أو 15% تمام؟ هتجيبوا الكتاب وهتقروا في الكتاب وتشوفوا نفسكم. لقيتوا نفسكم تسبحوا كويس وتعوموا كويس في البحر ماشي. لقيتوا نفسكم في حاجة هتعوقكم أنا موجود والشغل بتاعي موجود ومعنصر الشغل ما عنديش أي مشكلة نمليكم اللي أنتوا عايزين تبادلوه. طب ما نكتبوا يا بنتي ما أنا عاوز أوفق بين الآراء. طب اللي عاوزة نكتبوا كده يقولوا اكتبوا ارفعوا صوابعكم كده ولا إيه؟ لا ما فيش حد من الرجالة خالص كده. شوفوا اللي يعجبكم بقى. طيب عايزين مثلا ما فيش مشكلة اكتبوا كلمتين دول ماشي ماشي. يقولوا إيه الدولة قبل الإسلام لم تعرف الجزيرة العربية بس عاوز بقى نشر طبق الكتابة دي مش تعمل طبق الصفحة بساعتين ثلاث أربع ساعات. لم تعرف الجزيرة العربية الدولة بمفهومها المعاصر وذلك لأنه وجد فيها عدة ديانات مختلفة كاليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان. أصلاً كما وجد فيها أيضا القبيلة التي كان يرأسها شيخ يسمى بشيخ القبيلة. أصلاً فلم تكن هناك حكومة منظمة تعمل على إيصال الحقوق إلى أصحابها بمفهوم المعاصر اللهم إلا رابطة الدم أو العصبية القبلية. اللهم إلا رابطة الدم أو العصبية القبلية من أول الصف. ولم يكن هذا الأمر في الجزيرة العربية وحدها وإنما كان سائدا في العالم كله آنذاك وخاصة في أوروبا حيث الممالك الإقطاعية. تمام. ده كان بالنسبة لإيه؟ العنصر الأولاني. العنصر الثاني بقى اسمه إيه؟ الإسلام. اسم الدولة فين؟ في نوع الإسلام. يبقى إيه؟ نهيئه كده وإيه؟ من أول الصفحة كده أو من نص الصفحة كده. الإسلام جاء الإسلام فوجد أن العصبية القبلية هي النظام السائد. تمام؟ حب الإسلام إن هو يعالج مسألة العصبية القبلية دي يعالجها إزاي؟ إيه الأمر اللي الناس هتنقاده كلها؟ القرآن الكريم. شوف القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ذكر اللي هو آدم وأنثى اللي هي إيه؟ حواء. وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أكبر. إن العرب العصبية القبلية عندهم زي الموجود في الصعيد النهاردة كده، ده وما أو إدي الواحد من عيلة فلان، يبقى العيلة فلان دي عيلة قوية ومركزها كبير ومركزها كور اقتصادي ومالي قوي، يبقى الواحد ما عندنا بعشرة منين؟ اشمعنى يعني واحد بعشرة يعني؟ ليه ما يكونش بسبعة؟ ليه ما يكونش بثمانية؟ ليه ما يكونش بخمسة؟ ليه ما يكونش بواحد زيه يعني؟ اشمعنى الواحد من عندكم بتحددوه أو بتعملوا له إيه؟ تسعيرة كذا أو قيمة أو قيمة كذا بين البشر؟ يبقى لازم القرآن الكريم إن هو يجي إيه؟ ولذلك ده حد بقى لما الجماعة المشركين بقى يعيبوا عن القرآن الكريم ويعيبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولوا بقى القرآن ده مش عارف إيه، في ألفاظ لم نعرفها قبل ذلك، فرط بالقسورة، قالوا القسورة دي يا محمد لفظ، قالوا يعني أسد، اسم من أسماء الأسد يا جماعة ما نعرفوش يا محمد، ما سمعناش عنه قبل كده، عجاب سورة صاد إن هذا لشيء عجاب، قالوا إيه عجاب ده؟ قالوا الشيء الذي يتعجب منه، كبارة، قالوا إيه كبارة دي؟ قال لهم يعني الرجل الكبير، قالوا ما سمعناش الكلام ده في حياتنا يا عم محمد. النبي قال لهم النبي عاوز يطلب الحج عليك، لو خطبنا السنة الجاية ما حد سمع كلام، فجي النبي قاعد معاهم كده في النادي بتاعهم حوالين الكعبة كده حتة بتعمل عزبة كده، وجي النبي خلى واحد أعرابي جاي من الصحراء، والأعرابي شكله باين متبهدل وكده، فجي النبي إيه؟ خلى راجل أعرابي ماشي وجي النادي له قال له يا شيخ الأعراب. وجي النبي إيه؟ سأل. دي الراجل متضيق وقف متضيق كده ما لقاش حد. جنب الله زي واحد مثلا واحد بعد عامل حاج يا عم الحاج يقوم الصبح هو ده صدقنا ما تربيتش قليل الادب ها ازاي تهزقني كده ويزعل بقى فالنبي قال له يا شيخ العرب يا راجل جنب الله عايز حاجه قال له مش هتكلم فالراجل عايز يعني يعاتب كده بس بيعاتب ايه بقى كلام قال له اتستهزئ بي يا ابن قسوره العرب يعني يا ابن قسوره العرب يعني قريش هم الاسود بتوع العرب والقوه والمكانه والمركز المالي والاقتصادي والتجاري تستهزئ بي يا ابن قسوره العرب وانا رجل كبار احترم شد ودقن البيضه ده ان هذا لشيء عجاب يبقى الراجل جاب الثلاث الفاظ فين وهو واقف فقام النبي قال له قامت الحجه ولا ما قامتش كده بس الطريق وضمن الفطنه واشترط للانبياء او لازم النبي يكون عنده فطنه فجي النبي قال له من اين اتيت بهذه الالفاظ يا شيخ العرب ونحن لم نسمعها قبل ذلك المدعى بتاعهم فجي الراجل قال له كيف لم تسمعونها وقد ورثناها كافرا عن كافر ده احنا واخدينها عن اهالينا من زمان يا ابني ازاي انت ما تعرفش الالفاظ دي انت غريب من عندنا ولا ايه يبقى قامت الحجه ولا ما قامتش فده عاوز يقول ان النظره في المجتمع الجاهلي او النظره عندهم لمن غيرهم نظره احتقار ها فيجي القران الكريم عاوز يزيل حته العصبيه القبليه دي ويزيل المساله دي خالص وينزل النص القراني يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى او انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه تتعرفوا على بعضنا انت منين وانت كذا وانت كذا ان اكرمكم عند الله ايه ده المقياس عند الله سبحانه وتعالى يجي كمان القرآن الكريم عشان يرسخ المسألة دي أكثر يجي القرآن الكريم يربط الجانب الروحي بالجانب الديني الروحي والإنسان أجل الماديات عايز ياكل وعاوز يشرب وفات الجسم ده عاوز أكل وعاوز شرب صح ولا إيه؟ إيه اللي في الجسم من جوه؟ الجهاز الهضمي والتنفسي والدوري شغلناه طب فاضل الروح بقى الجانب الروحي اللي هو متعود يصلي العشاء ده كل يوم ما ينامش غير لما يصلي العشاء ويروح تعبان من الشغل وينام من غير ما يصلي ينام يصحى الساعه 1 2 بالليل كده عمال يتقلب شمال مش عايز تريح غير لما يدي الجسم الغذاء يدي الروح الايه؟ الغذاء بتاعها فيجي الاسلام يربط بين الجانب المادي وبين الجانب الايه؟ الروحي ليه؟ عشان الجانب المادي هتغذي الجسم والجانب الروحي تغذي الايه؟ تغذي الروح بتاعتك من جوه ولذلك بقى وجيه كمان القرآن الكريم يعمل ايه؟ يجمع بين الدين والدنيا. يجمع بين الدين والدنيا، ليه؟ هنلاقي النهارده ان بعض الناس الموجوده في المجتمع على سبيل المثال الطيار السلفي
في ناس منهم معتدلين كويسين عاد. لا انا ما بغلطش عمري ما غلطت حد، بس انا بعالج كده يعني. يجي مثلا ايه تكلم واحد مثلا تلاقي عنده جفاء كده وعنده غلظه، ايه يا جماعه ايه الاخت غير الاخت ما لبستش النقاب. طب اسال الله تعالى لك الهدايه يا ستي، والله انا بنصلي وبنصوم وبسمع كلام جوزي وعامله خد ده ومدرسه حمام وبعمل كل حاجه، بس ده هي والله لابسه النقاب بس نشوف معذبه حمامات منفتح على حمامات مش كده ولا ايه يا ستي ايه؟ يبقى ايه فصل بين الجانب ايه؟ فصل بين الدين وبين الايه؟ وبين الدنيا. الدين بيقول ان المراه تستتر، اهي استتر، بس فين بقى التعامل في الدنيا بقى؟ علاقه مع الجيران 5 اكسات، علاقه مع جوزها 18 اكس، علاقه في الشغل لو واحد بقى لها زاد حتى ابعد ايدك عني يبقى راجل تقدر عليه من الدين، ما مش عارف الكهرباء مسكتي هو ما يسلم عليك المصفح، المصفحه مالها؟ ما هيصفح العجائز، هو هيصفح الشواذ لسه عندها 14 سنه، وبعدين ده هو جرت العاده ان احنا نمد ايدنا والايه؟ عرفوا كده نسلمه على طول، والرجاله تاخد بعضها بالاحضان، ده شغلانه يعني. خلي العمليه تبقى ايه؟ اربط بين دية وبين دية، انما هم فصلوا ايه؟ خلوا الدين، الدين قال كذا، ها؟ ابن تيميه قال يسند ابن تيميه على الراس الراس اللي جابوه، بس ابن تيميه لما قال الكلام ده قاله عشان يناسب عصره هو. الزمان اللي هو كان عايش فيه يناسبه، انما انا النهارده عندي نت النهارده وعندي ملتقى بعضنا على الفيسبوك النهارده، ولو واحده عندها فرقه ضحك في البلد تشوف صورتها وصوت الضحك مش كده ولا ايه؟ ولو واحده عامله صليب فيك تصورها وتصور جنبي فضيحه ما بعدها فضيحه. الدنيا لو عايش معانا النهارده ولا ابن القيم ولا ابو حنيفه ولا اي جدعان، انا عاوز اغير الحكم عشان الزمان ايه؟ اتغير، وعشان الناس ايه؟ اتغيرت، وعشان الطباع اتغيرت، وعشان الدنيا كلها ايه؟ اتغيرت. فجي الاسلام عاوز يصحح المساله، فجي الاسلام عمل ايه؟ ربط الدين بالايه؟ بالدنيا، ربط الدين بالايه؟ بالدنيا، وجعل الدين في خدمه الدنيا كمان. الدين في خدمه الدنيا، ليه؟ عشان احنا لو استخدمنا الواحد كان عمره كام سنه؟ يعني اعمار امتي بين الكم؟ ده بالنسبه للانسان الطبيعي اللي هو مستقيم، انما في واحد مرات هتنكد عليه على 45 هتموته وعلى 50 هتجيب اجر عشان تاخد المعاش بقى تصرف براحتها والكلام ده كله. والله احنا مظلومين على طول، يعني المفروض ان احنا نعمل ثوره في قانون الاحوال الشخصيه وكان مطالب بمساواه الرجل بالمراه، يعني نفسينا نقول مساواه، تاخد العيال وتاخد الفلوس وتاخد الشقه واحنا ناخده على دماغنا واحنا مش عارفين برضه فين في الاخر تمام. المهم مش ايه؟ مش عاجبهم، اه. خدت بال حضرتك؟ يبقى يجي الانسان عمره 60 سنه، طلع من ال 60 سنه دول بينام كم ساعه؟ الاول طلع سن البلوغ خليه على 15 سنه، فضل 45 سنه. طلع نص ال 45 سنه دول نوم. هو بينام نوم يبقى البدنيه 8 ساعات بس احنا بننام 12. البلاد بتنام 19 ساعة كده عشان ما فيش شغل بيحب النوم. يبقى طلع ايه؟ طلع نص 45 سنة يبقى بتاع 22 سنة راحوا في النوم. طلع كمان ربعهم في الأكل والشرب يبقى اتفضل في عمر الإنسان كله بتاع 15 ولا 20 سنة، هم دول اللي هو بيعبد ربنا فيهم. وفي الآخر ايه؟ عشمان وهيخش الإيه؟ وأنت عملت حاجة دخلك الجنة؟ انت ما عملتش حاجه. فاحنا عاوزين الاسلام يقول هات ال 20 30 سنه ده هما ها واشتغل ايه؟ واشتغل صح. العباده الصلاه، الصلاه تعمل ايه؟ يسمع الاذان يجري على الجانب حمامه المسجد، صح يا شيخنا؟ ويصلي امام ويشس جميل، والستات في الدور الثاني يسمعوه ويعيطوا، بس ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والايه؟ بيصلي واخد حاجه وفاضل البنات في الميراث، بيصلي ويتجوز على مرضه من وراه، بيصلي ومش عارف بيحكي ايه ده؟ بل لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. يبقى كده ضايع المقصود اهو. فجي الاسلام يربط ديت مع ايه؟ يربط دي مع دي. عرفت الاسلام عمل اول حاجه ايه؟ عرفت عمل الاسلام؟ اول حاجه الاسلام عمل ايه؟ ازال العصبيه. احنا بنتكلم فين؟ في مولد الايه؟ اه زي ان عندها واد صغير كده بت ايه؟ وداه وعاوزه تربيه، ابنك على ايه؟ ما تربيه، وجوزك على ايه؟ ايوه. يبقى تيجي الواد فرحانه دي عماله تشيل وتهشتك في امها كلها، يا غلط غلط. انا قاعده معاك شهر ومشرب على الفيوم بدل ابوك
الوقت ما عيب حشيته النهار يزعي في الأرض حيعيق يسكت حيتعود على كده. خدت بالك ولا ايه؟ فالإسلام هنا بيعمل ايه؟ الإسلام أول حاجة العصبية قبلية نو مش عاوزين نبعد الدين عن الدنيا، لا احنا عاوزين من ايه؟ بنرسخ الشغل ايه؟ بتاعنا دي الإسلام بقى بعد ما حط الدعامتين دول أو حط الأساسين القويين دول قال أنا عاوز أبني ايه؟ الدولة. طيب الإسلام بقى بنى الدولة، الدعوة الإسلامية عمرها كله كم سنة؟ نحسب النبي عليه الصلاة والسلام نزل وحي عليه وعنده كم سنة؟ 40 ومات وعنده كم سنة؟ 63. يبقى نطرحه 40 من 63 يتردد كام؟ 23 سنة. الدعوة الإسلامية كانت في مكة والإيه؟ والمدينة. مكة 13 سنة تقريبا والمدينة 10 سنين إيه؟ تقريبا. فيا ترى بقى الإسلام لما حط الدعامتين دول الدولة بقى في مولد الإسلام قامت في مكة ولا قامت في المدينة؟ مش معنى يجب معاك كده بالبركه ولا ايه؟ لا قال في المدينه سلامه كلامه صح. حد كان يقول قال في مكه؟ لو حد قال في مكه اقول ايه؟ لو انت قلت اسمك ايه؟ اسمك ايه انت؟ ايه يا عم محمد انت خايف ولا ايه؟ عم محمد لو قال الدوله قامت في مكه هنقول صح. شفت اتجاهات هنا بقى اتجاه يقول الدوله قامت في مكه قامت فين؟ في المدينه. طيب يجي اتجاه يقول ان الدوله قامت فين؟ قامت في مكه. اتجاه يقول الدوله قامت ايه؟ قامت في مكه. الدوله قامت في مكه ازاي؟ قالوا ربنا نزلت ايه في مكه بتقول ايه؟ ولقد في سوره الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. يعني شوف ربنا يقول له ايه؟ انا كتبت من زمان إن الأرض والملكية والكلام ده كله من حيورثه الناس الصالحين. يبقى أبو جهل، أبو جهل ده حيورث؟ لا هو لما تيجي مش قال سأصليه سفر، مش القرآن نزل كده؟ قال أنا حواديه جهلنا، بس حواديه درجة مكيفة في جهلنا سفر. وما أدراك ما سفر؟ لا تبقي لحما ولا تذر عظما. دي شوف فخمة الجو الشوايه والغش شغال عليه. الراجل يقول لك قدامك نص ساعة ولا ساعة، لو انت سنانك سليمة نص ساعة تاكلها نص ساعة تيجي معاك، سنانك بتوجعك كنت بعد ساعة، إنما لا تبقي ولا إيه؟ لواحة للبشر عليها إيه؟ أنا يعني جهنم دي عليها 19 ملك الزمنية بتوع جهنم. قال انا افيكم عشره وعليكم انتم بالتسعه. ده انا جامد، ده انا هرمسك عشره من الملائكه الموجود منظر وانتوا رجاله كلكم بتشتغلوا على ايه؟ مع التسعه. عمال يستهزا بالايه؟ بالقران. فيجي المسلمين زعلانين، شوف الراجل بيقول ايه؟ مش قادرين نتكلموا. تيجي البشاره تنزل قول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان ايه؟ حلو الله ينور ان الارض. طب احنا لو جينا رحنا للقانون الوضعي دلوقتي قلنا له يا قانون يا وضعي الدوله عندك بتتكون من ايه؟ قال بتتكون من الاقليم اللي هو الارض والشعب اللي بيعيش على الارض والسلطه اللي بتحمي الارض وتحمي الشعب. يبقى هنا القران الكريم بيجيب اشاره ولا ما بيجيبش؟ قال ان الارض. يبقى الدوله دي المكان ده هتكون الملكيه لمين؟ ان الارض هي اللي تبقى عباديه ايه؟ ولذلك بقى لما يجي يسمعوا الكلام ده يجي بلال بن رباح سيده أمية بن خلف ياخده ويحطه على الحرب السعوديه مولعها في الصيف، ها؟ ويحطه ويجيب الحجاره عليه كبيره يحطها على بطنه اكتر يقول له ايه؟ احد احد. خدت بال حضرتك؟ يبقى ايه اللي خلاه؟ ما كان قال له يا سيدي انا امنت بالله والعزى وكان سابه وعايز منه كلمه واحده بس عشان يرضي الغرور بتاعه يقول له احد احد. سميه بنت خياط يجيبها ابو جهل يضربها بحربات في كذا فتخرج الحربه من كذا الى ايه؟ السلام عليكم. لا سميه ازاي؟ الله يكرمك. انا رحت عسير بعد العشاء حتى اليوم الجنازه ورحت معاهم المصلى وهديت وجيت
والبنت اللي عندها بنت بنتين وما يحتاجش ولا معلش. النبي قال من اعتدم المستحيل لا يروح من حاجه ما توقع عليه ما ردش عليا. مشغول عملنا كده انا في الاسكندريه النهارده. ونعمل نبيل حتى نعمل حضور ويقضي من الله ان شاء الله. فكرين سيدنا صهيب الرومي مثلا يعني على سبيل المثال. سيدنا صهيب الرومي لما يسمع الآية دي ولقد كتبنا في الزبور بعد ذلك أن الأرض إيه؟ يرثوها عبادي الصالحون، ياخد بعضه ويسيب ماله كله ويروح مهاجر، عايز يهاجر ولم المال كله، يجي جماعة أكاد قريش أنت رايح فين يا عم صهيب؟ قال لهم رايح أنا مهاجر إلى الله ورسوله، قال له إيه؟ جئتنا صعلوكا لا مال لك فلن تخرج بمال معه. قال لهم يا سلام يعني المشكلة فيها يا جماعة؟ قالوا مشكلة في الناحية الاقتصادية المال، قال لهم أدي المال كله أهو، ساب ملايين وخد بعضه، طب يا جماعة بقبل هاجر عليها ولا حاجة؟ قال ماشي على رجلك، توكل على الله وطلع فين؟ يا هاجر ياخد بعضه من مكة يروح المدينة شوف الناس، إنما يروح العمرة بتاخده خمس ساعات في الأوتوبيس ولا ست ساعات، ياخد كل ده ولا ثمانية بقى لو هنفسحنا شوية ولا نزلنا نصور في السكة شوية. نفسحوا في حد فعلا هنفسح على حاجة، مفيش حاجة تفسح خالص هنا. ينزلوا الصبر كده ويريحوا ويشربوا شاي ولا حاجه ويمشوا تاني. يبقى الراجل ياخد يبقى يجي النبي يشوفه بعيد خالص رابح البيع ابا يحيى رابح البيع ابا يحيى. البيع اللي انت التجاره التي تاجرتها مع الله رابحه ان شاء الله. يبقى اذا في اشاره ان في ايه؟ ان في دوله. يبقى لما يجي اتجاه بقى يقول ان الدوله في مولد الاسلام قامت فين؟ قامت في مكه. فين الدليل بتاعك يا سيدي؟ قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الايه؟ الذكر ان الارض يرثوها عبادية ايه؟ طيب يجي كمان الاتجاه ده اي كلام يقول ايه؟ يقول ده في كمان ايه بتقول ايه؟ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستشطر شكلكم في الاثر فين ولا ايه؟ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ايه؟ لا يستخلفنهم لم القسم لا يستخلفنهم في الارض والارض اللي هو الاقليم مكون من مكونات الدوله لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من ايه بس كده ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يبقى هذا الدين هو الان ضعيف لكنه سيكتب له التمكين بعد ايه؟ بعد ذلك ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم بس احنا مرعوبين يا رب خايفين دلوقتي ولا يبدلنهم من بعد ايه؟ خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون اعبدوني بس هم تشركون يعملوا اللي عليكم وسيبوا النتائج بس ايه؟ عليكم ان تتحلوا بالصبر يبقى سيدنا كده الاتجاه الاولاني بيقول الدوله قامت فين؟ في مكه فين الدليل على كده؟ عندي آيتين ولقد كتبنا في الزبور من بعد إذنك وعندي آية ثانية بتقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآية ولذلك لما يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا لا يستخلفنهم في الأرض طيب إيه رأيكم؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر هو سيدنا أبو بكر وقريش تعلن عن جائزة كبيرة مقدارها كان 100 جمل 100 ناقة وطبعا دول يعتبروا ثروة كبيرة جدا جدا يعني فسرقت الرجل فارس غوار كده وراجل قوي وكذا وكذا يركب الفرس بتاعه ويتنهم يدور عليهم لحد ما ايه؟ لحد ما يلحقهم ها؟ يقول همسكك يا محمد انت وصاحبك والنبي يقول له ارجع يا سرقة مالكش دعوة بيه خليك عني سرقة برضه راكب راكب دماغه العصبية القبلية راكبة دماغه عم يجري يشد الفرس عشان يلحق عايز يمسككم النبي يشاور للفرس كده الفرس رجله ايه؟ اقدامه تغوص في الرمال ده الارض سهل اللي خلى رجله تنزل قدرة الله سبحانه وتعالى عشان يوريها ايه شوف اهو الارض حديد من تحت منك اهو اشمعنى محمد لما شاور تغوص الاقدام كذا يجي بسراقة النبي عاوز يقول له يعني الجانب النفسي عنده سراقة يرح مني الثروة اللي أنا كنت ببحث عنها النبي قال له ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى وتاجه كسرى
مصر رئيس اكبر دوله في العالم كله. ارجع والصورين اللي مشهم في ايده والتاج الذهب بتاعه هيجونك ان شاء الله. واحد ثاني كان قال ده محمد ده راجل مظبوط يا عم. كسرى مين؟ ده هو هربان من شويه من بتوع بلد ولا بتاع. كسرى منهم قيصر مين؟ الا انه ايه؟ ما هو سامع القران وعده، قال في وعده اهو، وما دام محمد وعد كذا مش معاك سيدنا عمر بن الخطاب افتح بلاد الفرس. سيدنا عمر بن الخطاب يدخل القصر بتاع كسرى ويمسك التاج ويمسك السوارين وينادي اين سراقة ابن مالك؟ ما سراقة بقى الموضوع في دماغه معشش في دماغه، انا دي عشت لحد الدوله ما فتحت اهي، يا ترى عمر هيلعب معايا لعبه السيف ويضحك عليا ولا يديني محمد النبي قال عليه؟ النبي ايه قال له؟ تعالى يا سراقة لتتحقق لك بشاره رسول الله ووعده. مش النبي وعدك بكده؟ قال له اه، قال له خش يا عم والبس وشيل وحمل على قد ما تقدر يا سيدي، عشان تعرف ان احنا ناس ما بنضحكوش على ايه؟ ما بنضحكوش على حد. يبقى هنا الناس لما تسمع الحاجات دي ما هو قبل البعثه كانوا مسميينه الصادق الامين. فلما يجي يوعد بقى ويقول لهم كذا ويقول لهم كذا ويقول لهم كذا، يبقى لازم يصدقوه ولا ما يصدقوهوش؟ اه. يبقى هنا الدوله في مولد الاسلام، متى قامت الدولة مثلا في أنا بسأل نفسي كده يعني، متى قامت الدولة في مولد الإسلام؟ في اتجاهات، اتجاه رقم واحد يقول أن الدولة قامت في مكة المكرمة، حنمل كل حاجة بس بالراحة، أن الدولة قامت في مكة المكرمة بدليل الآية بتقول كذا والآية بتقول إيه؟ والآية بتقول كذا، جميل كده؟ اتجاه ثاني يقول لا، الكلام بتاع الناس اللي قالوا ان الدوله قامت في مكه المكرمه، الكلام ده يعني في وجهه نظرنا احنا غير صحيح. ليه يا جماعه؟ قالوا يا عم ده الجماعه قعدوا في مكه 13 سنه يتعذبوا، 13 سنه ينضربوا، 13 سنه يتهانوا، ده النبي ذات نفسه لما جه اللي هو رئيس الدوله ورمز الاسلام، لما جه هاجر من مكه للمدينه ما هاجرش بالنهار، ده هاجر بالليل، والوحيد اللي هاجر بالنهار هو واحد بس، عمر بن الخطاب. وقف قال اللي عايز بقى مراته كذا، واللي عاوز امه كذا، واللي عاوز عياله كذا يجيني خلف هذا الوادي. قالوا يا سعادة الباشا تقعديني بألف سلامة مع لا طاقة لنا به. ايوه عمر بن الخطاب هاجر بالنهار، كله بيهاجر بالليل. والنبي لما دعا الله في عز الاسلام بحب العمرين ايه؟ قال يا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يا ابو جهل. فكان احبهما الى الله مين؟ عمر بن الخطاب. جه هاجر. الجماعة لما يتكلموا عن سيدنا عمر بن الخطاب يقولوا كانت عقلة أسبوعه بكف أيدينا. لما يصوروا عقلة الصبع في العقلة دي كانت قد كف الإيد، يبقى الإيد بقى كان شكلها إيه والبنيان كان شكله إيه والقوة كان شكلها إيه والعقل، ما كان رايح الدنيا كلها إزاي؟ ما إحنا محتاجين بس يعني إيه؟ يعني واحد على 10 من عمر النهارده عشان يعدل الجماعة التجار الجشعين والتجار والكلام اللي إحنا السلبيات اللي إحنا بنشوفها دي. فيجي يقول ده ازاي انتوا تقولوا ان الدولة قامت في مكة المكرمة؟ ده الدولة في مكة كانت ايه؟ مستضعفة، ورئيس الدولة او رمز الدولة ذات نفسه كان ضعيف، انما الدولة الاسلامية تعافت امتى؟ واستمدت القوة امتى؟ لما راحت فين؟ لما راحت المدينة. ما هو قبلوه بقى ما يجوش باب من عنوانه، او سيدنا النبي لما راح المدينة طلعوا له مش استاذ الحاج ما راح لهم هو، قالوا عيب. ولذلك لما يبقى الواحد قاعد في مكتبه كده ويقول له في العام يقول له ولا بتاع الامن مره في ضيف جاي لك مستنيك عايز اقابل حضرتك، يقول له وتوقف له والواحد يسيب مكتبه ويطلع يجري، صح ولا ايه؟ ويا سلام لو كان بقى متوضى ولا حاجه كده ولابس الشبشب ويلعش والشبشب مع العمر ويجري كده ويحضنه على الباب ويقول طلع اكتب نفسك يا باشا، يقول له ده انا طالع حافي كمان خلي بالك، يا ريت طالع لابس انت، انا طالع حافي يا سيدي، هو ماشي كده. فالجماعه أول ما عرفوا إن سيدنا النبي رايح لهم طلعوا استقبلوه من إيه؟ من بره. قال يبقى الجواب بينه إن في تمكين بقى للدولة وإن الدولة هتكون إيه؟ هند. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جه يشتغل في الدولة عمل إيه؟ قال بناء المسجد. بنى المسجد. ليه بنى المسجد؟ عشان الجانب الروحي. عشان المسجد ده أهو هيبقى هو للصلاة وهيبقى للعزم. استاذ عبد يقول عندنا في الفلاحين بنعملوا العزا في الجامع، الجماعه بتوع الدوبون غلبينا قالوا حرام لم تبنى المساجد لهذا. رحت الجمعه قبل اللي فاتت لقيت الجامع اللي بنخطب فيه مسجون في بعض. وهيكونوا بعض ايه يا جماعه؟ وحلوا له بالراحه كده، قالوا تعالى احضر المشكله دي يا سيدي، ومات
قالوا احنا بنقعدوا كل يوم بعد صلاه الفجر خاصه يوم الجمعه. يعني اللي بنقعدوا في الجمعه دي بنصلي الفجر ونقعدوا الساعه 9 في الجامع، نقعد نعمل ايه؟ قالوا اقعدوا نقرا القران. قلت ما حاجه كويسه، ايه المشكله بقى؟ قالوا ففي ناس عندها السكر وناس كبيره بالجوع، فجبنا بتاع غلايه بتاعت شاي دي، وجبنا علبه شاي في تلميه بتاعت الدو دي، قلت حلو وميه كويس تكفيك. وبعدين قالوا الاستاذ يحيى راح جاب لنا 2 كيلو جلاجيش وجيب عشان ما كنا مش كده قدام الشاي. فالشيخ بقى اللي بيصلي من الصلوات الثانيه دي الشيخ اسامه السلف بتاعنا دي قال هذا حرام. طب ما قالش مكروه حتى قال حرام، يبقى كانوا بيكتلوا، والحرام الفتح حرام والسلف حرام، يبقى كده ايه؟ حرام. قالوا جاب لنا حديث على كنا على المنبر، معلق الحديث قدامك عشان تشوف. ستجتمع سيكون في اخر الزمان قوم يجتمعون في المساجد حلقا حلقا امامهم الدنيا. طب تعالى يا شيخ حلقا حلقا يعني هم قاعدين قاعدين حلقات حلقات. دول قاعدين حلقات؟ قال لا. قلت له طب امامهم الدنيا بيتكلموا في الفارسيين ويتكلموا في الجواز ويتكلموا في الاحوال الشخصيه ويتكلموا في الفاسد، انما دول بيقروا القران. ده لكنهم ياكلون الفراقيش. قلت له يعني الفراقيش دي يعني الفراقيش يا سيد الانتهابات؟ قال ويشتريها الاستاذ يحيى بنفسه. قلت له يا استاذ يحيى بتشتري جلاجيش؟ قال انا ملك الفراقيش يا سيدي. طب يا شيخ اللي مزعلك؟ قال الذي ازعجني اكلهم الفراقيش وشربهم للشاي. طب يا عم قلت له طب يا شيخ المعتكف في المسجد بيعمل ايه؟ قال بياكل ويشرب. قلت له جايب البطاريه وجايب المحمول معاه وعمال يشغل التجاره بتاعته من داخل المسجد، وقال لي منامني وقال لي عبادتنا قال ايه؟ اعتبر دول معتكفين. قال لا والله. شوف انا والفرس احارب الفراقيش حتى الموت. قلت له ما خلصوا على بعضكم تحت وجع البطن معاكم ليه؟ انا عمال انا ساق الفراقيش. فشوف شوف الفهم لحد فين؟ خدت بالك؟ فهنا النبي عليه الصلاه والسلام عند المسجد. يبقى احنا النهارده هنيجي في الجامع عندنا في البلد وهنعمله عزم عشان ما عملناش ده مناسبات. وعبد المحسن امه مش هيعمل شهاده لهم يصرف عليه 20,000. قلت له من 20,000 اهو واحسبه انا غلبان، انا معايا فلوس توزنكم كلكم. فلازم تعمل كده عشان يحفروك شويه، هتجيب الناس تحفرهم من غير النهارده. بس انا مش هنعمل بقى البدع اللي نجيب شيخ من الاذاعه ولا نجيب ولا نعمل صور. دول صدقه جاريه على رقم في المدرسه اللي بتنبنى، في كفاله اليتيم، في كذا كذا، وهنعمل عزا في الجامع اهو، وهنجيب شيخ ب 100 جنيه بيقرا اي حاجه كده ولا نجيب شريط مسجل وشغال. ايه رايكم في الموضوع ده؟ وقعدت في كلمه غلط يا جماعه. ده النبي عند المسجد ودخل فيه الجماعه غير المسلمين، وكان بيبيتهم في الجامع، وكان بيعبد الادوات، وكان بيقابل كذا، وكان كذا، صح ولا غير؟ وكان عامل جنب الجامع كان عامل سجن. كان عامل دار، دار للسجن، اللي سجنت فيها بنت حاتم الطاهر. لما سجنت رحت خلت النبي طلع للصلاه كده وقالت له يا محمد غير مسلم، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال لها انت مين؟ كانت حلوه وجزله وطويله والصحابه يحلقوها كده. فقال لها انت مين؟ قالت له انا سفانه ابنة حاتم الطائي. قال لها ايه؟ كان اباك يحب مكارم الاخلاق، لو كان اباك مسلما لترحمنا عليه. انا هتاخد من دي ايه؟ هناخد من دي انه عامل سجن في ناحيه ايه؟ يعني من بشر المساجين رايح جاي اهو، خدت بالك؟ يبقى النبي اول ما راح اول علامات التمكين واول علامه لاقامه الدوله تعمل ايه؟ المساجد، بناء المسجد. بعد ما بنى المسجد عمل ايه؟ المؤاخاه بين المهاجرين والايه؟ ما هو الانصار برضه عندهم النزعه. الاوس والخزرج يعني، الاوس عندهم نزعه ودول عندهم نزعه. ده متكبر على ده وده متكبر على ايه؟ على ده. ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد. يبقى النبي يعلمهم. النبي عليه الصلاه والسلام كانت له دابه لا تكاد ان تسبق، محدش يقدر يسبقها ابدا. بس في واحد بقى اعرابي قال لي محمد طب انا بقى هنجيب بقى دابه تسبق بتاعت محمد دي، ودي راكب ودي غير طاير سبق الايه الركب. فالصحابه شافوه زعلوا قوي. ازاي يعمل كده مع سيدنا رسول الله؟ عرض عنده ما العرب عندهم غلظه كده، مش روح النبي وهم جايين وقت القيلوله سوره الحجرات يا محمد اخرج الينا. طب اقول لكم ودينا الطبع شويه، الدنيا حرب، تعبان جايين، دي طبيعتهم. فالنبي لقى الصحابه زعلانين، قال لهم ان الله كتب اقتضت حكمه الله سبحانه وتعالى الا يبلغ شيء تمامه الا انقصه الله عز وجل. كل حاجه في الدنيا تبلغ الكمال لازم ايه؟ تبدا
بدك تنزل تاني، أنا الولد ده تحت بلغة الكمال لازم إنها إيه؟ تنزل، فما فيش مشكلة بالإيه؟ بالنسبة لموضوع ده. فجيت أبي لأحد الأوس مع الخزرج وعين المؤاخاة بينهم، ده كمان أخى بين المهاجرين والإيه؟ ما هو المهاجرين دي ما فيش حاجة خالص، سايبين بيوتهم وكذا وكذا، والأنصار مستقرين، ده أخوك يا حتى يعني بقى الإصالة اللي إحنا كلنا عارفينها وإيه؟ وحافظينها دي. كمان يجي النبي بعد اول دعامه بنى المسجد، ليدل على ان الدوله قامت فين؟ دلائل الدوله قامت في المدينه بناء المسجد. الدليل الثاني او الامر الثاني المقابله بين الاوس والخزرج والمهاجرين والايه؟ والانصار. ثلاثه كتابه الدستور بين المسلمين والايه؟ واليهود. بقى المدينه كلها يهود. المدينه كانت كلها اليهود. ساكن فيها اليهود. واليهود كانوا ثلاث انواع، يهود بني النضير، يهود بني قريظه، يهود بني قينقاع. فاليهود هم متحكمين في المركز المالي في المدينه كلها. ولذلك لما جه النبي عليه الصلاه والسلام لما نيجي بقى نتكلم في البورصه، نيجي نعمل نتكلم عن البورصه وقصه الاوراق الماليه والسوق جه ازاي والنشأ ازاي، يقول لك اول النبي عليه الصلاه والسلام لما راح المدينه اتخذ مكانا جعله سوقا للمسلمين ونصب عليه قبه علامه من السوق. فجاء احد المحتكرين كان اسمه كعب بن الاشرف وهدم القبة وهدم السوق، عشان كده المسلمين ايه هيستقلوا بنفسهم والتهمه مفتكرين تجاره. فجئ النبي عند النبي سكت خالص ووقع نظره على مكان اخر راه انفع للمسلمين فجعله سوقا للمسلمين، وما زال هذا السوق موجود الى الان في المملكه العربيه السعوديه. خدت بالك ولا ايه؟ يبقى النبي عاوز بقى يامن شر اليهود يعمل ايه؟ هنعمله ايه؟ معاهدات. نعمل معاقدات ومعاهدات بيننا وايه؟ وبينكم، لا تأذونه ولا كذا ولا كذا. ولذلك لما جه النبي طلعهم من المدينه اعتمد على سبب واحد. السوق بتاعكم لما نيجي نسوقه من عندكم ما تأذوناش. راحت الست تتسوق من السوق بتاعكم من المسلمين، راحت سوق اليهود. دي واحد يهودي يعمل فيها ايه؟ خليها قاعده كده. والواحدة انتوا طبعا كلكم من المدينه ولا من الريف؟ اللي من المدينه شاور على الطماطم وتقول له يا عم اديني كله طماطم. وعم يعطيها البيضه مع الايه؟ مع السليم كده. واللي من الفلاحين زي حالاتنا تقعد كده وايه قاعد في الارض كده وتنجي وتعمل وتسوي وتغلب البياع وتجيب احسن حاجه، فصاحبتنا قاعده مقعدزه كده وبتنجي. فجي واحد من اليهود من ورا جاب طرف الجلابيه، جلابيه مبدله على الارض كده، وجاب شوكه ما كانش فيها بوس دينا ولا غيره، لسه اخترعوه، وجاب الشوكه وجاب رفع البتاع وشابكها وظهرها من ورا. فلما قامت المرأة كشفت سوءتها، يعني كشفت عورتها. اليهود عمال يسأل ايه فرحان، الجماعة اليهود اجتمعوا حواليه فرحانين ومبسوطين. واحد من المسلمين خليفة الحانية والغير لقى العمال دي هالف في النص ليه؟ دي وطلع السيف من هنا ودي ايه؟ مموت. فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. فالنبي قال لهم نقضتم العهد الذي بيني وبينكم فاخرجوا من مدينتي لا مكان لكم عندي. ودي قرشهم. وفضلت بقى يعملوا مشاكل كده كذا وكذا وكذا لحد ما ايه؟ مشاهم من ايه؟ من المدينه. يبقى هنا الجماعه اللي هنا في رقم اثنين دول بيقولوا الدوله قامت فين؟ في المدينه. ايه اللي خلاكم او ايه الدلائل اللي الدوله قامت في المدينه؟ قالوا كان دليل ثلاثه. الدليل الاول بناء المسجد، اثنين المؤاخاه، ثلاثه المعاهدات. فهمنا دي؟ يبقى ايه الدوله هنا قامت فين يا اخوانا؟ في المدينه. طب واللي قبلهم قالوا بقى الدوله عامل فين؟ في مكه. بدليل ايه؟ بدليل الايتين وعد الله الذين امنوا وايه وكذا، مش كده؟ طيب يجي بقى ايه؟ طيب يجي جماعه ثانيين بقى يقولوا ايه؟ بص بقى في الراي الثالث او الاتجاه الثالث قال احنا عاوزين نوفق بين الاولانيين اللي قالوا في مكه ونوفق بين الجماعه الثانيين اللي قالوا في ايه؟ المدينه. طب انتوا سمحتوا مني دي وسمحتوا مني دي توفقوا ازاي؟ سمحتوا جماعه قالوا في مكه وجماعه قالوا فين؟ في المدينه. فعاوزين نوفق، عارفين نوفقوا يعني ايه؟ واحد عاوز يشتري القميص ب 120 والبياع عاوز يبيعه ب 150، تعاقدوا مع بعض. دخل واحد في النص زعلان قال له عايزه 120 وقال له 100 وقال له وفقوا بين الاراء. الخلاف على 30 جنيه بيكسبوا بلد نص، انت 15 وانت 15. خدت بالك؟ هو ده التوفيق يعني. شوف ده حاجة بيسموها في العلم الفقه المقارنة، يجيبوا الآراء دي ودي 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 ونوفق بين الآراء. فالجماعة رقم ثلاثة الاتجاه الثالث قالوا عاوزين نوفق بين الإيه؟ بين الرأي الأولاني اللي قال في مكة والرأي الثاني اللي قال فين؟
في المدينه ازاي؟ قال اسمع بقى، ما هدى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هدى النبي صلى الله عليه وسلم لاقامه الدوله في مكه واقامها في المدينه. هو قاعد بقى في مكه يعمل ايه؟ يمهد ويخطط ويشوف الخطط بتاعته وكذا. ولذلك دي بقى يا حلال هتيجي مثلا حد يقول ايه؟ ده هو النبي عليه الصلاه والسلام يعمل يمهد كده ويقعد 13 سنه يمهد؟ استدعي ده انا اقول لك حاجه احسن من دي. امر ربنا دي ده الكلام ده احنا بنقولوه عشان الناس غلبوا مع بعضنا كده وما يعرفوش بالعربيه يقولوا امر ربنا. انما تيجي النهارده الجماعه المسلمين النهارده عاوز يزرع الزرعه وياكلها ثاني يوم. مش كده؟ احنا عندنا مستعجلين النهارده على كل حاجه. السرعه. انما بقى الجماعه والراجل كسرى ملك الفرس معدي على واحد عنده 70 سنه. فلقى الراجل بيزرع شجره زيتون. فكسرى وقف عنده كده والجند بتاعه فقال له يا شيخ، قال له نعم يا ملك، قال له انت بتزرع الزيتون وانت عندك 70 سنه وشجر الزيتون لا يثمر الا بعد 30 سنه. وشجر الزيتون دي اول طرح لها بسيط بعد 5 سنين. تبدا تطرح كويس بعد 15 سنه، يستوي الطرح بتاعها بعد 40 سنه. وجذورها تمتد في الارض 7 قنطار طويل. والجذر يلف كده يبقى 5 قنطار. الجذر يعمل كده لحد 5 قنطار، فشوف بقى. وبعدين تظل تثمر لمئات السنين. من سنه واثنين تقعد اكثر من 100 300 500 الف سنه انها تقعد ايه؟ تطرح على طول. فالراجل بيقول له يا شيخ، تزرع شجر الزيتون والشجر لا يثمر الا بعد 30 سنه. فشوف بقى الراجل رد قال له ايه؟ قال زرع لنا من قبلنا فاكلنا فنحن نزرع لمن بعدنا لكي ياكلوا. اللي قبلنا زرعوا طلعنا لقينا الزيتون بناكله منه، وعاوز ازرع اللي بعد مننا عشان ياكلوا. فكسرى قال زهد يعني لما كان الملك يقولها يدفع 1000 دينار. 1000 دينار قالت زهد اللي وراه قال له خد 1000 دينار. فالراجل قال له خد استنى بقى يا ملك انا هقول لك حاجه. قال له الشجر بنثمر بعد 30 سنه. قال له ايه؟ قال له الشجره دي اثمرت بعد سنه. يعني شوف كل ده شجر، الشجره لوحدها اثمرت بعد سنه. فقام كسرى قال زح جيت تاني منور ايه؟ قال فقام الراجل قال له بص بقى يا ملك انا نفسي اقول لك حاجه او نفسي ده وقال له قال له الشجره بتطلع كل سنه مره واحده والشجره ده اهي طلعت في السنه مرتين. قال له زح جيت تاني منور 1000 دينار. كسرى قال يلا فلو وقفنا عنده طويلا لنفد المال من خزائننا. هيخرب بيتنا الراجل ده. خدت بالك؟ فانت النهارده المشكله اللي عندنا النهارده ان انت عاوز دلوقتي. طب الجماعه اللي قاعدين بقى دلوقتي بيعملوا ايه؟ لما يجي الرئيس الجديد ده وانا مش شاطر في السياسه ده ولا حاجه يعني، بس ده انا عاوز احاكم اوباما اللي فات ده. ليه يحاكمه؟ ليه ده راجل محترم؟ ده محترم ده صرف كذا مليار عشان يفسد السلام في الشرق الاوسط. عشان يشجع الارهاب، وما احنا خدناه في الوقت اللي احنا كسبناه، ما كسبناش حاجه، يبقى اخضر يبقى العالم، انا عاوز اقدمه محبه وكذا، يبقى شوف العالم بقى بتعمل ايه؟ شوف بيعملوا يرمي الخطه ويسيبها تشتغل بعد 10 20 30 40 ان شاء الله بعد 20 سنه، هو في منهج لازم ان هو يمشي ايه؟ يمشي، انما احنا النهارده المحافظ يمسك يقعد شهرين، يحط الخطه اللي بعد منه هد الكلام ده كله ده كلام فاضي مش لازمه يشتغل على مزاجه التالي اللي بعد عمرنا ما حدا تقدم خالص. هو ده انا بختار في الكلام ده هو ده النهي اتفاق ولا ايه؟ يبقى هنا الجماعه مش بقى بيقولوا ايه؟ مهدا مهدا. يبقى الجماعه الغرب دول خدوا مهدا منين؟ من عندنا من الاول. احنا الاصل كل حاجه قالوا مهدا النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة في مكة المكرمة وأقامها فين؟ في المدينة الإيه؟ في المدينة المنورة. واحد بقى قال طب الأستاذ عبده قال لي طب مهد إزاي؟ إزاي النبي مهد؟ متفقين إيه؟ من دي جزء؟ لا 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 لازم ترد عليك لو جزء ما تردش عليك. لا والله أمي. يبقى ايه؟ ازاي بقى ما تجيب دليل كده ان هات لنا دليل يعني يقنعنا ان النبي مهد؟ قالوا مش احنا خدنا في السيره زمان في المدرسه واحنا صغيرين في حاجه اسمها بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه. بيعه العقبه الاولى الناس بييجوا في مواسم الحج عشان ايه؟ يحجوا. تسمع كده؟
هجران يا عم راح يا حسين؟ ان شاء الله فين راح يا عم حسين فين بالضبط يعني؟ ايه عند قدام الحكام. انا عارف شو عصام مصطفى رجب لو كان زميل هو زي كده بالضبط بس عصام بينبح. ماشي يا عم الشيخ ايمن. عم الشيخ ايمن حقيقي معلش انا بحب المحاضره ما تاخدش الطابع ان احنا ليش لازم نفرفشه عشان احنا بنصحى بعضنا وانتوا ناس اللي كانوا جايين من شغله وبعد كده تحبوا المحاضره دي 14 بالظبط نخليها واحده هو في محاضره على فكره ما لحقش لحد ثلاثه يعني واحده ثلاثه واحده صلاه خلوها واحده عشان اللي الشغل بيجي واللي الصلاه ايه ها ايوه صلوا الظهر براحتكم واللي بيجي وشغله براحته واحنا هنشتغل الساعتين ان شاء الله يعني ما حقوقه غير منقوص ان شاء الله ماشي. عم الشيخ ايمن قال لي ما هذا الزاد قلت له يا عم الشيخ ايمن اصل في بيعه العقبه الاولى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في موسم الحج جاب لهم واحد 12 في بيعة العقبة الأولى خدت بالك؟ قال لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 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 ذلك جم بايعين. في بيعة العقبة الثانية ثاني سنة جم ال 12 بقوا 72 رجل ومعهم امرأتان يبقى النبي قعد معاهم قال لهم ايه؟ بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعوا منه ايه؟ أنفسكم. خلوني إن أنا رجل منكم. يبقى ال 12 دول لما راحوا هناك عملوا ايه؟ 12 دول كانوا في مكه عند الحج اهو ها؟ عمال كان هيقول لي طب هما كانوا بيحجوا ازاي؟ كانوا يقومون بالبيت وهم عرب اهو كان الحج كله غلط في غلط خد بال حضرتك الحج كله غلط في غلط انما في اواخر سنه 5 هجريه واوائل سنه 6 هجريه فرضت بقى فريضه الحج والنبي علمهم وكذا اللي هي الايه؟ التلبيه اللي احنا بنايه؟ بنحج بيها النهارده. ال 12 راحوا بقوا سفراء لرسول الله مقتنعين به مقتنعين بنهجه ثاني سنة ال 12 جابوا معاكم 60 بقوا 72 وكمان امرأتان عشان يديك دليل برضه أن المرأة تشاركت في الإسلام في كل إيه؟ المرأة على راسنا من فوق ما زعلناهاش والله ولو إنها حاج ده هي اللي مزعلانا وهي اللي منفدة علينا وهي اللي بتخليني أشوف إن لك حضرتك واللي مش أنا أقول لك بيعجبوني في الكلام ده ولا أنا غلطان أيوه إحنا ما قلناش حاجة خالص وبنقول بس انتوا تحلوا عننا الله يكرمكم شويه وخفوا عننا شويه نعم كل قاعده شويه يا دكتور زي ما في مثلا ممكن ما تكونش مثلا كويسه في بعض الرجاله مش كويسه في يا والله في بس انا الناس دي من الغلابه يعني احنا لو الموجودين لكم كل شوف طيبين ازاي الغلابه تعرف في وجودنا بركه نعيمهم كويسين اهو يبقى هنا الاتجاه الثالث هيقول ايه؟ ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع مش خيمه ما هذا النبي عليه الصلاه والسلام لإقامة الدولة في مكة ها؟ وأقامها بالفعل فين؟ في مدينة الإيه؟ المنورة. يبقى الاتجاه رقم كام؟ رقم ثلاثة. يبقى الاتجاه الأولاني قامت الدولة في مكة بدلالة الحيتين. الاتجاه الثاني قامت الدولة في المدينة بدلالة بنى وبنى وأمروا إيه؟ وعلموا عادات. الدلالة الثالثة مش عارف يوضح بهذا في مكة في مكة وأقام فين؟ في المدينة. الاتجاه الرابع الاتجاه الرابع قالوا ان الدولة لم تقم ان النبي لم يقم بانشاء دولة اصلا. ايه يا جماعة دي؟ النبي ما قامش دولة؟ قالوا والمهم النبي كان جاي عشان يعمل ايه؟ كان جاي عشان يبني دولة ولا كان جاي عشان ينشر الاسلام؟ قالوا هو كان جاي عشان ينشر الاسلام؟ طب يا جماعة ناقشكم بالعقل كده عشان الاسلام ينتشر عشان الاسلام ينتشر ينتشر ايه؟ مش عاوز دولة عشان ينتشر فيه؟ مش عاوز ان هو ليه محيط ان هو يتحرك براحته فيه؟ يبقى يا جماعة الرأي الرابع او الاتجاه الرابع بتاعكم ده بعد اذنكم احنا ايه؟ كلامكم على يعني راسنا برضه لان اسلامنا بيقول لازم نحترم الرأي الاخر بس ما نقعدش بقى نشتموا في بعض ونهزقوا في بعض ومين ايه؟ بعض خاصة في وسائل الاعلام والكلام ده كله مش كده ولا ايه؟ مش يجي يسخنهم على معروف كده؟ الحاج وائل اللي جواه يسخنهم على بعض يشعل ده يشعل ده بوالده وده لو ماسك في ده وده لو هفضل مولع الجسم وحاططها كده والاسلام ده لعب حذاء وحطه على الترابيزه قال لها رد الدماغ عليه قال كل ابن ده ربنا حلو اللي انت بتعمله ده احنا مش عاوزين الكلام ده خدت بالك ولا ايه؟ يبقى احنا لو استبعدنا الراي رقم اربعه يبقى احنا عندنا كم راي هنا؟ ثلاثه قامت الدوله في مكه قامت في المدينه مهينا لها في مكه واقيمت بالفعل فين؟ في المدينه تختار انت ايه؟ تختار انت ايه؟ لا على الاختيار الثالث احنا عاوزين على الاختيار الثالث انه
ثم هذا لها وأقام كذا. طيب كلام حضرتك جميل، كلام حضرتك كلام رائع، وانا يعني فعلا يعني وانا فعلا اقعد احضر المحاضرات كده والله اوقع عليك ان الكلام ده وقع في نفسي عشان برضه ايه يعني باب الشفافيه مع بعضنا. برضه انا عارف اقول ان ده ايه المانع ان احنا نقول ما هذا لها في مكه واقامها في المدينه، بس تحس ان انت لما تقول ما هذا لها ان ال 13 سنه دول يعني كانوا ذل، دول مكه دول كانوا ايه؟ كانوا ضغط والناس ما كانش واخد حريته، وازاي ان جبريل بيأيده ومن السماء بتأيده والكلام ده كله، خدت بالك؟ فترجع تقول ايه؟ طب قامت في مكه بالفعل؟ لا ما قامتش في مكه، ما كانت في الطهار، ولو كانت الدوله ما كانش في الطهار. هي الدوله النهارده عاوزه ايه؟ عايزه قوه، مش كده ولا ايه؟ هو ايه مشكلتنا النهارده؟ ايه مشكله الدوله النهارده؟ جدع الدوله ايه اللي مخليها ضعيفه يا عم ايمن؟ مفيش قوه الدوله، مش قوه النهارده. هتقول لك ايه؟ فايه يقول لي؟ نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قويا ما كان هاجر من مكه. لا اصل هو هاجر من مكه الى كلام سليم برضه، كلام سليم، بس احنا برضه نرجع الكلام ده كله في الاخر نقول ان السماء هي اللي السماء بتخطط هو بينفذ وخلاص، خد بال حضرتك. فاحنا نيجي هنلاقي ان اقرب الاراء بص اللي عاوز يرجع رايي يعني مش مساله جيده او جيده جيده تجيلي تجيلك في اي مكان تعمل براحتك فيه. قول الرأي الراجح اللي يعجبك. ليه؟ أصل احنا في الابتدائي الأساس كانوا بيلقنونا غصب عننا نتعلمه. في الإعدادي كلام الأستاذ مصدق. فالنهارده مش في الجامعة، ده احنا كل بتاع الجامعة العادي بيبنى عنده الحرية اتكلم براحتك. قول الرأي الراجح بس اذكر لي أسباب الرجحان. فأنا يعني من وجهة النظر إن احنا نقول إيه؟ إن احنا نقول إن الاتجاه الثاني أن الدولة قامت في عشان في مسجد وفي هو مسجد ده يبقى جانب الروحي. في مؤاخاة اللي هو الترابط الاجتماعي فين؟ هو ايه مشكلة النهاردة؟ مشكلتنا النهاردة في البلد ايه؟ مفيش ترابط اجتماعي النهاردة، ها؟ الجماعة اللي هم وصلوا مربية زي حالتنا دي، الواحد كان يقول لعمه الأول يا عم عبده أبا فلان، أبويا فلان، أبوه يقول له متعيط يا ولد، يقول له أبويا فلان ضربت، يقول له خد أبوك فلان بدل ضربك يبقى أنت غلطان، يعني 60 في 70، وكان العم له هيبة والبيت كان له هيبة، إنما النهاردة لو عمه مصيب تضربه ليه؟ ومرات تحطه وقفله وتمسك فيه ونعمله مشاكل مع بعضنا، ها؟ النهارده انت عارف النهارده بيجيب التفاح ويجيب الموز ويديه مراته رنه بالتليفون تنزله السبت عشان امه ما تشوفش حد مسكن في الدور الاولاني عشان يخبي الفاكهه من امه ويخبي مفيش تفاح ولا حاجه ويعني الواحد برضه ساعات بيخبط برضه بيجيب يعني بس احنا لو احنا عندنا تفاح احنا جايبين بس عشان خاطر العيال. خبي ده ممكن يبقى عيب فيه هو ولا طيب يبقى الراي الراجح كده، الراي الراجح ان احنا نقول ان الدوله قامت فين؟ في المدينه عشان في كذا وفي كذا وفي ايه؟ وفي كذا. تحبوا نترجموا كلمتين دول؟ ايوه بس لما مثلا بنروح احنا مثلا المدينه بيبقى في حاجه مكانه وشدانا قوي غير لما بنروح مكه مثلا بتبقى شدانا قوي وعايزين نقعد في المدينه وعايزين نقعد في المسجد. اصل ما هو الله يرحمه شاف الشعراوي، لما سافر السعوديه فكان خد والدته معاه يعني بيتكلموا كل كده يعني، فامه يعني كان ينتقل بين مكه والمدينه، فامه كانت ست ريفيه زي ما كانت مش بتعلمه، فامه بيقول له يا محمد يا ابني انا مروح في المدينه بستريح يا ابني ومبسوط، ولما اروح المدينه يا محمد مش عارف انا معلش يا محمد يا ابني اقول لا قول يما قلت انا مش مستريح يما فين؟ مش مستريح يا ابني في مكه هنا، قال لها يما اصل مكة فيها مكة فيها الجلال كعبة وكذا 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 والنفس تهاب الجلال والمدينة فيها الجمال والنفس تحب الجمال. الرجل العبقري العبقري الحديثين تاخد كلام العبد ما تروح بقى المدينة فرحان وتيجي ومش عارف وتنزل والحكاية، انما الواحد يروح مكة ايه؟ طب يا ترى انا طب مش عارف تلاقي واحد ايه مش مظبوط مش مظبوط.
ربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. حتى عاوز حاجه في الدوله في مورد الاسلام دي نمد هو افضل حاجه نمد الدوله في مورد الاسلام الحاجه دي. عندما شاء إرادة الله عز وعلا أن ينقذ العالم مما هو فيه كانت رسالة الإسلام التي قضت على العصبية القبلية نبسكر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نؤكد إلى آخر الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نؤكد إلى آخر الآية فصلا. كذلك لم يفصل الإسلام الدين عن الدنيا وإنما جعل الدين طريقا للدنيا وابتغي يعني نذكر جزء من الآية يعني كل الحصص وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني دور على إيه؟ على آخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا إيه؟ طيب والسطر بقى وتأسيسا على ذلك حرف تأسيسا يعني ايه؟ يعني الإسلام حق الايه؟ الأساسين دول. وتأسيسا على ذلك وجدت أربع اتجاهات حول قيام الدولة في في مولد الإسلام. من أول الصف الاتجاه الأول ويرى أن الدولة قامت في مكة المكرمة بدليل وجود بشارتين في القرآن الكريم تشيران إلى ذلك أولاهما قوله تعالى نفتح حسين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إيه إشارة الآية كده إن هي بتدل على الكلام عن ما أنت قلت تايه منين؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن إيه؟ الأرض. أنا قلت الأرض يعني تسمع كده وبعدكم من الرحمنان ضرب لا هي اسكندرية ده السكي انت لو كنت جنبالي مخك هيفتح معاك بص اعمل هذا موضوع احنا انا سعيد برضه حسيت ان ممكن انت تستغرب فقلت في القوانين احنا طلع اللي هو غصب عنك هتختلف هي عم هاي يقول الدولة في القوانين الوضعية بتتكون من ايه؟ اقليم وشعب وسلطة. ايه هو الاقليم؟ الارض مساحة معينة من الارض. طب ما هي المدينة فيها ارض يعني اللي احنا بنقول ان الارض دي مقصود بيها عشان الايه نزلت مكه الايه مكيه يعني بهاء القران الكريم يوم ما تقرا في الطبعه سيبك من طبعه السعوديه مكتوب سوره كذا من غير مكيه ولا مدنيه انما لما تيجي بقى في
المصاحف الثانيه المصحف العثماني سوره كذا مكيه، سوره كذا مدنيه. مكيه يعني نسبه للقران. اخذت الكلام في تعليم التشريع او مدخل انا اقول المكي نسبه لمكه، والمدني نسبه للايه؟ للمدينه. زي النسوجي نسبه للنسوجي، مهم النسوجي خدوه نسوجي ليه؟ هو المدني سموه المدني ليه يا عم ايمن؟ مش عارف انا الحته دي حاجه خدت بالك؟ يبقى لما يقول الارض يبقى بيشير الى ايه؟ مكون من مكونات الدوله هو الايه؟ الاقليم. تمام؟ يعني الارض اللي الناس ورثها للوقت دي كلها كلهم بيتحكموا في الدوله ويقولوا يشتروا فيكم ويعذبوكم ما تزعلوش. بكره المكان ده كله والارض دي كلها بدل ما هي ارض تفرض بارض اسلام وتبقى الغلبه والكلمه لمين؟ للمسلمين. اتفق ولا ايه؟ مقتنع. هم استدادوا بس عايزين اشاره عشان الايه ايوه بشاره. وانت دلوقتي لما مثلا ايه؟ عايز نتيجه ولا حاجه، واحد يقول لك خير اللي وصل كله الكنترول خير ان شاء الله. بشاره بشاره. انت بقى حضرتك واحد يقول لك انا اشوفك في المنام وانت جيد جدا. تقول والله لو مش رحيل ولي يمكن تصدق وانت ما تصدقش. خدت بالك ولا اهل شر. بس اللي هيقول شوف لك الرؤيه دي اعتبروا الصدق والكذب. شنو ولا ايه؟ جماعه لما واحد يقول كده ولا بتاع ها؟ والجماعه دول المشايخ في البلد عايزين يعملوا يقولوا نقرا له القران يا عمالنا يقولوا من اخاف ما بين مش كده؟ عشان ياكلوا لحمه ولا عندهم 50 جنيه وعنده السجاير. يقول له اتفضل يا محمد. أبوك أنا شايفه في المنام البارد يبدي زكا زكا. ده اللي قاعد على كبر الصبا بتاع العزبة ده وعمال ينفق وجلابيته طويلة وشفت اضرب له من على التهوة يقول لي يا معلم يا عم الشيخ. طب والعمل بقى يقول له العمل حاجة أبويا؟ تاني حاجة أبويا؟ والتاني يقول له شفت أبوه عطشان. يقول له يقول له عطشان للثواب عاوز حسنات. يلا الجمعة الجاية وضب العمل كده عشان نتغدى وبتاع خد بالك وحضر الفلوس من عرفت كده في شرع ما عرفتش؟ طيب يبقى اولاهما كذا وثانيهما وثانيهما قوله تعالى في الحسين وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين لما ايه كده يا عم عبد بكر ما تعملش زي الحمى كده يا عم عبد طلعت لي وعد ده مني. طيب يا عم الشيخ عبد الله عايز طلعت حاجه يا شيخ عبد على الله يهديك انت بعد كده ما تجيش خالص. وعلى الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ليستخلفنهم في الايه؟ في الارض. ونحط نقط كده الى اخر الايه؟ الى اخر الايه؟ طيب يبقى ده الاتجاه اربعه كام؟ اثنين واحد. انت بتسرح يا عم يا بابا الاتجاه الاول يخش اثنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد ويرى أن الدولة قامت في المدينة المنورة. ويرى أن الدولة قامت في المدينة المنورة بدليل جمع وعد بناء المسجد والمؤاقاة بين المهاجرين والأنصار وكتابة الدستور المشترك وكتابة الدستور المشترك بين المسلمين واليهود. اللي هو كان اسمه وثيقة المدينة؟ الوثيقة أو الدستور أو المقالة أي حاجة ده نسميه. ده الاتجاه رقم كام؟ اثنين. الاتجاه الثالث ويرى أن الدولة مهدة لها في مكة وأقيمت في المدينة بدليل بيعتين العقبة الأولى والثانية. الصف الاتجاه الرابع ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بإنشاء دولة أصلا بحجة أنه كان رسولا بحجة أنه كان رسولا يدعو
إلى دين لا إلى ملك. يدعو إلى دين لا إلى ملك. ملك يعني دولة، إنما يدعو إلى دين ملوكه إيه؟ من أول الصدر. فإذا ما استبعدنا الاتجاه الرابع بقي أمامنا الثلاث اتجاهات الأول. ونختار الراجح منها بأن الدولة بالفعل قامت في المدينة المنورة. تمام كده؟ انت خد ارجعوا للعنصر الاول كده، ارجعوا الاول خالص لما جبنا العنوان وقلنا ضروره الوجود. ما ترجعش ضروره وجود الدوله حفظهم. طب قلنا ايه بقى؟ هنتكلم عن كم عنصر؟ اربعه. الدوله قبل الاسلام ادينا قلناها، الدوله في مولد الاسلام ادينا قلناها، الدوله فين بقى؟ احنا كده خلاص بقى قعدنا كده ايه، الاسلام استقر كده والدوله هتكون ازاي؟ يبقى في نص السطر كده ثلاثه، الدوله في الاسلام. طيب الاسلام بقى لما بيجي يتكلم عن الدوله، عندما وجد الاسلام الدوله لم توجد في الاسلام بمفهومها المعاصر، بمفهوم المعاصر. وما ايه اللي حصل؟ قالوا في اشارات كده، في اشارات تبين لك ان الحاجه دي كانت موجوده او ما كانتش ايه، او ما كانتش موجوده. يجي مثلا القران الكريم في سوره الحشر يقول ايه؟ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. ايه ما افاء دين؟ في حاجه اسمها الغنيمه وحاجه اسمها الفين. الغنيمه ما اخذه المسلمون من غير المسلمين بحرب وقتال، حاربهم. انما الفين ما اخذه المسلمون من غيرهم بدون قتال. ما افاء، نتكلم عن الفين، ما افاء الله على رسوله. يبقى الفين ده هو جاي من منحه من الله، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. يبقى توزيعه في الباب يوزع ازاي؟ فلله، ربنا ياخذ منه، وربنا هيجي ياخذ منه. ان احنا نصرفه في المساجد ونصرفه في كذا وكذا، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليه نوزعه كده؟ ليه كل دول الغلابه ياخذوا منه؟ كي لا يكون، لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. عاوز يقول حتى لا يتم تداول المال بين الأغنياء فقط، لا يتم تبادل الايه؟ المال. كي لا يكون دولة، يعني المال ما ينتقلش من ايد الأغنياء لبعضهم الفقراء ما فيش. ايه علاقة المال؟ قال يا جدع طول بالك، انا بقول لك في اشارات. هي الدولة النهاردة هو المال النهاردة شغلته ايه؟ المال النهاردة شغلته ايه؟ عصب الحياة، عصب الحياة. واحد غلبان عاوز يشتري شاشة تلفزيون 32 انش، يقول انا هنعمل جمعية 50 جنيه في الشهر، واخد السنة بإذن الله تجيب. لا ده الأسعار ما يخدم الدولار، عمال يطلع وينزل، أروح فين وأجي منين دلوقتي؟ وأخبار الشاشة ليها حاج محمود؟ قال لي يا عم تعرف أنا بلاقي أسألني كل يوم، فرايحة تسألني على الشاشة وأنت تسأل على الشاشة. ده الاخبار عاملة ايه؟ قالوا ده اللي عاملة الدولار بينزل ولا بيطلع عشان تشتري. يبقى اصل مفيش فلوس. طب لو واحد فجأة الشاشة وجعت انكسرت، قال لي مراته ما تزعليش يا نجمة، الشاشة فداك، الشاشة دي وجعت ايه؟ استنى كده تك 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 تك، يا ابني بعتنا احسن شاشة عندك يا ابني دلوقتي بكام؟ قال له سبعة. قال له هات الراجل غلبان ياخد من الحاجات وركب الشاشة في مسافة 5000. يبقى من هو عصب الايه؟ حتى احنا في تعاملاتنا مع الناس يخش واحد علينا كده نفر سالم وقاعد كده، ثانية
يقول له عدل، يقول له يقول له الإنسان هو تلعب، قال له يا جدع فرج ابن عفر وغني بتاع مصر، قال له ليه؟ ديه بيلعب في 70 مليون جنيه. يا صراحة يا الحاج، لو أخذ يا عم الحاج والله رجلي توجعني، عندي شد عضلي، الشد راح دلوقتي، وقوم يمس ويقعد يموت مش عارف إيه، خدت بالك ولا إيه؟ إنما الغلبان الدنيا حاجة روح ضده، عشان ما فيش مال، يمشي الفقير وكل شيء ضده. يرى العداوة ولا يرى أسبابها. يا نسمع أدري يا جماعة. حتى الكلاب إذا رأت رجلا غنى حنت إليه وحركت أذنابها. وإذا رأت يوما رجلا فقر نبحت عليه وبشرت أيامه. طب والله العظيم الواحد يعني أنا ساعات بروح مدينة السادات لا فخر الدنيا كده والكلام. أصلي الفجر وأنا ماشي أنزل من الشقة وأصلي الفجر وأنا ماشي. طبعا في المدينة ما في كلاب بتلف والواحد والله العظيم يوم ما نلبس البدله ما في قلبي يبص بالله والله لو رديت ما انا قلت في الشعر ولا في الكلام في الهواء والله نلبس البدله الكلام تبص لي كده ما حد يعمل لي حاجه ويوم ما اروح بيها حاجه ثانيه نغير السكه انما عشان انا عارف ان هو هيمشوا بيه طب يا ربي هو ايه بس اللي حصل في الدنيا؟ تقعد كده البدله والنظاره وبتاع الراجل فضل ساعه الفشل بتاع العربيه تلبس جلابيه يقول لك ارجع ورا يا عم الحاج يا ابني بالراحه هو في ايه؟ هو انا عملت صح مش دي حياتنا دي خدت بال حضرتك؟ حتى الراجل بتاع الفن الشعبي قال دخل الغني على الناس قالوا له يا منور دخل الفقير عليهم قالوا له متنور صدقت حبه الهوا اللي جميل وعجيب صدقت الهوا كده ليه؟ ما هو ده ليه هو ليه هو ليه؟ خدت بال حضرتك ولا ايه؟ ان الضرائب في المجالس كلها تكسو الرجال جمالا وهيبه ووقارا فهي لسان لمن اراد تكلما وهي السلاح لمن اراد قتالا فهنا لما يقول كي لا يكون دولة عاوز يقول ان المال هو عصب الحياة فالدولة النهاردة الدنيا النهاردة كلها تحترم امريكا ليه؟ عشان عندها فلوس الدنيا الحلقة بتنطش مصر ليه؟ عشان ما عندهاش فلوس خد بالك ولا ايه؟ فهنا لما يقول كي لا يكون دولة بيتكلم على المال والمال هو اساس الدولة يبقى القرآن الكريم بيشير لايه؟ يشير القرآن الكريم إلى وجود الدولة بس يا عم محمد بطريقة مباشرة بطريقة ايه؟ يبقى ما انت قلت في الاول اهو قلت الدولة لم تكن موجودة في الاسلام بمفهومها المعاصر وانما وجد في القرآن الكريم يشير الى وجودها فهنا اشار في الجزء من الاية اهو اشار الى وجود المال اللي هو قوام الايه؟ قوام الدولة طيب يا سيدي كمان يقول ان القرآن الكريم يجيب لفظ القرية يقول مثلا ايه؟ قال إن الملوك ده مين اللي جالت بلد؟ بلقيس بتاعت اليمن دي ها؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وإحنا من حقنا نقول إن المصريين إذا دخلوا بلدة دمروها إذا دخلوا دولة شطبوها ها؟ المصريين شوف ينفتهم بلد وبلاد نقول لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها طب والقرية دي إيه؟ طب ما إحنا عندنا العزم وبعد العزبة عندنا البلد كده وبعد البلد عندنا الايه السوق رايحين سوق القرية مش القرية يقول لي القرية مش عارف بس قرية الرحمنية ده ده مركز الرحمنية قرية ابو المجد قرية مرقص ايه اللي خلاها مرقص قرية اهي خدت بالك ولا ايه؟ يبقى هنا القرية دي جزء منين؟ من مكونات الايه؟ الدولة يبقى سيدنا جاب القرية مفردة جاب القرية ايه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية جمع مفرد يجي بقى يجيب القرية جمع بقى يقول إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وربنا عاوز تقوى بس منين؟ عاوز الناس تيجي تخاف منه بس كده تخاف منه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء الدنيا فتح مية إحنا السد النهارده السد العالي ما عادش فيه مية والجماعة بتوع السعودية والحبشة بيهددون ما عندناش مية إنما لو كانت الدنيا بتشتي طب زمان وأنت صغير كانت الدنيا بتشتي في شهر 8 أول يوم في المدرسة كانت الدنيا غرابة وشتي كانت صح والدنيا بتشتي طول السنة ومن غرابين وفي عيد الأم الدنيا بتشتي والشهر 4 الدنيا بتشتي وفي 5 الدنيا بتشتي وفي شهر 7 الدنيا بتشتي والشمس تطلع ها أيام جمال عبد الناصر دي فجماعة الصعيدة قاعدين مع بعض يقولوا شوف سيرة الأدب الدنيا بتشتي والشمس طالعة. ده لو مش دولة تحكم البلد يا باشا. قاعدين الصعيدة على بعض المحطة كده شوف لو في دولة تحكم البلد ما كانش الدنيا بتشتي والشمس تطلع. إنما بلد بايظة خلي بالك. هي بدعابات كده يعني. إنما طب احنا النهاردة طول السنة فين الشتاء اللي الدنيا شتت فيه؟
تبخ شويه دخل كده وخطف فين الميه بقى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والايه؟ السماء تنزل الميه والارض تطلع سقف. فين الزرع بتاع النهارده؟ الزرع طلع كله مسطح وكلام مش عارف. يبقى عايز يقول ايه؟ عاوز يقول كل القران الكريم يذكر كلمه القريه او لفظ القريه، فيبقى هنا برضه اشاره الى وجود الايه؟ الدوله، لان القريه مكون من مكونات الايه؟ من مكونات الدوله. طيب يجي كمان القران الكريم يقول ايه؟ والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم. والذين تبوؤوا الايه؟ والذين تبوؤوا الدار. طب ايه المراد بالدار هنا؟ ضمه ولا ضمه ولا المدينه؟ بس ما جاش الاستاذ اللي جاي المدينه دي مين؟ عقل؟ انا رحت بدون الجامعه دلوقتي. او بدل ده اسمه كده؟ ها؟ رحيم ولا رحيم؟ رحيم رحيم حلو ازاي؟ هذا رحيم بتاع المسلسل؟ بس اوعى تكون عن الجوز الثانيه اسمها اوعى اوعى عن تعالى ادب عنك يا ها؟ يبقى والذين تبوؤوا الدار والايمان. يبقى المراد بالدار هنا الايه؟ تبوؤوا يعني سكن. والذين تبوؤوا الدار والايمان يحبون من هاجر اليهم، يعني هم بتوع المدينه بيحبوا مين؟ المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجه منا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه؟ يبقى هنا لما يقول الدار يبقى المراد بالدار هنا المدينه المنوره، يعني عاوز يقول لهم ان في دوله ستقام في المدينه المنوره. ولعل ده يأيدنا ان احنا لما اخترنا ان الدوله قامت في المدينه المنوره ممكن لنا ان احنا نستدل بالايه دي برضه نزين الاستدلال كده واحنا بنذاكر ونقول عشان الايه كذا بتقول كذا. والذين تبوؤوا الدار يبقى المراد بالدار هنا المدينه الايه؟ المنوره. طيب يجي كمان من مكونات الدوله المدينه، احنا خدنا القريه مش كده؟ لو القريه اصغر، قريه صغيره، ايه اللي اكبر منها؟ المدينه زي مدينه اسكندريه كده. ودخل المدينة ودخل المدينة على حين المدينة ودخل المدينة، يبقى في إشارة إلى وجود الدولة هو. طيب البلد أو البلد، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، يعني هو وطريق البلد سبأ هنا تلاقي الزروع هنا والفاكهة هنا، حتى ان الواحده كانت تمشي بعض التفاصيل تقول تشيل السندال على دماغها كده وتمشي كانت تتسوق لوحدها الزرع والفاكهه توجع لوحدها من ايه؟ في الغلل اللي شايلاه ولا في البتاع اللي شايلاها على ما توصل الضغط تلاقي البتاع اتملت لوحدها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. نعم. في الآية اللي هي لو تكون نعم جميل، ما احنا عندنا بس ايه؟ سلام كتير، إنما النهارده بلدات طيبة والنهارده بلدات مجرمة النهارده اللي احنا فيه في بلدات طيبة، ها؟ والبلدة بتنسب لإيه؟ ما هي الأرض هي الأرض، بس بتنسب لمين؟ سكان يعني، سكان النهارده اللي هم ايه؟ ما فيش طيبة خالص ولا في الكلام ده كله. يبقى هنا انت هتستدل من هنا او هتطلع بنتيجه مستخلصه من هنا، هتقول ان الدوله بالمفهوم المعاصر لم يتحدث الاسلام عنها. انما كان فيه ايه؟ كانت هناك اشارات الى ايه؟ الى وجودها. طب ما دام ما تحدثش الاسلام عنها يبقى ده عيب الاسلام يعني؟ عيب الاسلام اللي ما تكلمش عنها؟ قال ولا الامر ده ولا يعيب الايه؟ ولا يعيب الاسلام، الامر ده ما يعيبش الايه؟ الاسلام، ان النهارده في مصطلحات احنا بنستخدمها النهارده ايه؟ ما كانتش موجوده زمان، بس هو المعنى نفس الايه؟ نفس الايه؟ نفس الكلام. طيب شوفوا بقى الكلمتين دول، يبقى احنا اخر حاجه ايه؟ رقم حاجه ايه؟ الدوله فين؟ في الاسلام. بيقولوا ايه؟ لم يعرف الاسلام الدوله، لم يعرف الاسلام الدوله بالمفهوم المعاصر، لم يعرف الاسلام الدوله بالمفهوم المعاصر، وانما تحدث عنها من خلال اشارات عديده نشير اليها فيما يلي، من خلال اشارات عديده نشير اليها فيما يلي. واحد، ورد لفظ الدوله في القران الكريم، ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم حين تحدث عن المال
الذي هو عصب الحياة وقوامها في قوله تعالى نفتح حسين جده كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الأول الصف كذلك ورد لفظ القرية التي هي جزء من الدولة مفردا وجمعا في القرآن الكريم. قال تعالى انت حسين قالت إن الملوك إذا دخلوا القرية أفسدوها. يقول حسين وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إلى آخر الآية من أول الصف. كذلك ورد لفظ الدار الذي يشير إلى إقامة الدولة في المدينة المنورة في قوله تعالى في الحسين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم برضو إلى آخر الآية من أول الصف. وورد كذلك لفظ المدينة في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. برضو أصلا وورد أيضا لفظ البلدة في قوله تعالى بلدة طيبة ورب غفور. نستخلص من هذا كله أن الفقه الإسلامي استخدم هذه الألفاظ للدلالة على الدولة ولا يعيبه أنه لم يعرفها بالمفهوم المعاصر بدليل أن كتب الفقه زاهرة بمصطلحي دار الإسلام ودار الحرب. لو الفقه بقى لما يقول دار الإسلام بقصده إيه؟ دولة الإسلام. دار الحرب يبقى دولة الإسلام. الحرب أو الدولة غير إسلامية أو دولة الكفر. تمام كده يا فندم؟ يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا على ثلاث عناصر. العنوان بتاعنا الرئيسي كان بيقول إيه؟ العنوان الرئيسي كان بيقول أهمية أو ضرورة وجود الدولة في الفقه الإسلامي. عشان نتكلم عن العنصر ده صح خدنا كام جزئية؟ قلنا في أربع جزئيات، الدولة قبل اتكلمنا عن الجزيرة العربية واتكلمنا عن الناحية الدينية والناحية السياسية. الدولة في مولد الإسلام كلمنا كذا وكذا وكذا وكذا. الدولة في الإسلام يبقى رقم أربعة اللي هي إيه بقى الفرضة؟ الدولة نكتبها كده أربعة كده. الدولة في الفصل.
التصور الغربي أو في القانون الغربي، الدولة في التصور الغربي أو في القانون الغربي. نجبر بقى شوية لغزاهم دول نختبروهم مواجه معلش تعملوني نجبروهم صح عشان المرة الجاية نقول بقى الدولة في الغرب بتقول ايه ونعمله بقى ايه مقارنة بقى الدولة هنا ايه والدولة هنا ايه مش ولا ايه تجلناش النهاردة جامد يعني كده عشان لسه بنسخنوا مع بعض في الأول كده والمحاضرة إن شاء الله من الساعة 1 بنسافروا على الساعة واللي عايز يصلي يصلي واللي عنده مشوار يجي واللي في الشغل بتاعه هيستأذن واللي هتطبخ لجوزها هتطبخ وتيجي يبقى عندنا متسع من الايه من الوقت ان شاء الله وتقريبا هيبقى المكان ده هو السبب على كل شيء على رحمة الله.